بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد في البريم وخالص العزاء للشعبين المغربي والشعب الليبي، الشعبين الشقيقين. طبعا في الحادث الزلزال في المملكة المغربية وأيضا في العاصفة دانيال في الجمهورية الليبية، فخالص العزاء لضحايا الشعبين الشقيقين. وبنسأل المولى عز وجل أن يلهم أهلهم طبعا الصبر والسلوان، ويحفظ طبعا كل الشعوب العربية وكل الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. عندنا طبعا أخبار وعندنا كواليس، خلينا نشوف عندنا إيه ونرجع نكمل مع بعض. الأسبوع اللي فات كان معايا النجم الكبير الكابتن محمود أبو الدهب، خلينا نشوف قال إيه ونرجع نكمل مع بعض. لما بتيجي النهاردة بتقول لعيبة الحريفة، لا ده أنت لازم تحط عبد الستار صبري طبعا، لعيب فلتة ولعيب راجل ولعيب كويس، وكان محبوب جدا في أوروبا يعني حتى في النادي بتاعنا في تيرول. طبعا يعني انت تحس ان انت نفسك في، والله زي اللي كان بيحصل مع صلاح. اشمعنى اللعيب المصري لما بيروح اوروبا بيقول لك اعمل معايشه اسبوع؟ انا راجل هدفع فيه فلوس صح، وهدفع فيه ملايين، لازم اجيبه واشوفه في الملعب، ده من حقي. كان بيحصل كده على فكره زمان، ما ده كان زمان بيحصل يعني. انا فاكر ان كان سواء في الاهلي او في الزمالك كنا بنشوف بعض اللعيبه الاجانب كانت بتنزل الملعب وبيتم اختبارها وبعد كده تمشي، يا اما حد بيروح يتفرج عليهم لو في ماتش ليهم بالظبط، بيروح يشوفه. وكان في مدير فني بيبقى واثق في حد بيروح يقول له اتفرج على محمود ابو الدهب عشان عايزينه. انما انت ما بتجيبوش عن طريق الفيديوهات. ما في لعيبه بتعمل دلوقتي يا اسلام فيديوهات لعيبه في ريال مدريد، انت بتجيب لقطات من كل ماتش، لقطه ان انت عملتها كويس. لكن انت بتتكلم ليه ما يعملش معايشه؟ بدليل انا بكلمك على التعاقدات، كل التعاقدات اللي بتيجي للاهلي والزمالك حسب الهوى، حسب الهوى. طبعا يعني على يعني على المزاج. يعني انا النهارده معلش يعني انت النهارده، انا اقول في النادي الاهلي لما انت جبت صفقات كتير جدا وفشلت، يا اما طلعتها اعاره يا اما مشيتها، ودي ما فادتش النادي الاهلي فيها. يعني انت النهارده لما بتتكلم على ميكسوني، كان جايبه ميكسوني ما استفدتش بيه، بيرستاو لان الراجل كولر كان مصمم انه يلعب يبقى موجود، برستاو بقى كويس. عندك الكندوسي، عندك شادي حسين، قبلهم حسام حسن. يعني مش في لعيبه كتير جدا، وباجي والتر بول. انا بقول لك كل ده، هل في خلل كمدير فني هو طالب اللعيبه دي، ولا لجنه التعاقدات او مدير التعاقدات في النادي الاهلي هو اللي بيجيبهم؟ نفس الطريقه في الزمالك، ان انت لما تمشي لعيبه جامده بقوه شرق بن شرقي وبقوه ساسي وبقوه طارق حامد، وتجيب لعيبه ما كانش بتلعب في انديتها وتقول عليها جامده، لا مع احترامي ليها ما ادتش بتعريفها. فبالتالي انت لما تجيب لعيب تجيب لعيب سوبر، ما انت ما تمشيليش امام عاشور وتجيب لي عمرو السيسي، ما تمشيش طارق حامد وتجيب لي دونجا. طب ما انت عندك وليد الكارتي، فانت العين اللي بتبص يا اسلام مين؟ فانت النهارده عشان تحاسب هتحاسب مين؟ وانت هتخش اقول لك في حاجات كتير بتحصل في الكوره، في سمساره في عمولات، فهي دي اللي ماشيه. الأسبوع اللي فات حذرنا من تفاقم أزمة النادي الأهلي مع المنتخب الوطني بسبب إصرار النادي الأهلي والسوشيال ميديا واللجان الإلكترونية على ضرورة يعني ترك أو السماح للرباعي محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطية للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي. حصل ضغوط طبعا على اتحاد الكرة، وحصل ضغوط من اتحاد الكرة
على فيتوريا، وبالتالي رضخ اتحاد الكرة ورضخ فيتوريا، ورحل الرباعي كلم الشناوي وهاني وعبد المنعم ومروان عطية. فكانت النتيجة هي خسارة المنتخب الوطني في أول اختبار حقيقي أمام المنتخب التونسي بثلاثية. لا اللي في اتحاد الكورة راعوا سمعة المنتخب الكورة المصري، ولا المسؤولين في النادي الأهلي راعوا سمعة منتخب مصر. وفي نفس الوقت بدأ محاولات، نفس المحاولات دي حصلت في تونس وحصلت في جنوب إفريقيا. حصلت في تونس، تونس رفضت إنها تفرط في علي معلول اللي انتظم النهاردة في تدريبات النادي الأهلي، وبيرسي تاو في جنوب إفريقيا واللي برضو انتظم في تدريبات النادي الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بعد بكرة في السوبر الإفريقي. لكن دفع الثمن المنتخب الوطني لكرة القدم، دفع ثمن أخطاء اتحاد الكرة وضعف اتحاد الكرة، لدرجة أن مسؤولين في اتحاد الكرة بقول لك بمعلومات مسؤولين وهم بيناقشوا الأزمة، أحدهم قال، أحد أعضاء مجلس الإدارة وهم بيناقشوا الأزمة، قال لك السوشيال ميديا مش هترحمنا. طب طالما انت بتخاف من السوشيال ميديا، انت جاي تبقى مسؤول عن الكرة في مصر ليه؟ والسوشيال ميديا طالما هي اللي هتوجهك، سواء بقى في الأهلي سواء في الزمالك، وأعني هنا الواقعة اللي احنا بصددها لأنها واقعة خدوا قرار بعد كده، سواء فيتوريا أو سواء حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد ثلاثية تونس، وبعد طبعا الخسارة التقيلة جدا للمنتخب الوطني اللي بيستعد لبطولة أمم إفريقيا. قلنا قبل كده وهجيب لكم فيديو في أول سبتمبر، قلنا لك إن كل الأندية دي بتلعب علشان تخدم على المنتخب الوطني مش العكس. لما توصل لمرحلة إن الأهلي رقم واحد والزمالك رقم واحد أهم من المنتخب، يبقى ما تجيش تلوم هنا محمد صلاح، ما تجيش تقول هو فين محمد صلاح أحسن لاعب في العالم أو من أحسن ثلاث لعيبة في العالم، ما هو محمد صلاح مش هيشتغل لوحده. ولا هي وقت ما بنحب نطلع إن محمد صلاح هو المسؤول عن المنتخب وهو اللي يواجه الأزمات بنطلعها في توقيتات معينة، ووقت ما بنحبش نخلي أو لو المنتخب عمل إنجاز بينسب الإنجاز ده للاعبي الأندية وتحديدا لاعبي الأهلي والزمالك. الفيتوريا خرج منفعل جدا من المباراة، دخل أوضة اللبس كان منفعل جدا جدا بسبب طبعا الخسارة بثلاثية، وقال لهم أنا عمري ما خسرت بالطريقة دي ولا عمري حد ضغط عليا. نص الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي فيتوريا قاله جوه أوضة اللبس، لأنه كان مستاء جدا جدا، وقال لهم تحديدا أنا مش هراعي أي نادي بعد كده، وقال ما حدش يجي يكلمني على أي أزمة لأي نادي سواء بيشارك في بطولة إفريقيا أو بيشارك في أي بطولات خارجية، ومحدش يجي يطلب مني لعيبة بعد كده لأي نادي بيشارك في البطولات الإفريقية. طبعا بعد خسارة المنتخب بثلاثية، الإخوة اللي كانوا بيهاجموا حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن هو ودى نفس اللعيبة للزمالك وسمح ليهم، تواصلت أنا مع الكابتن حازم إمام، وحازم إمام أكد لي إن لم يحدث ما يتردد طبعا على السوشيال ميديا. وعشان الناس تبقى في الصورة إن التوجيه اللي بيحصل على السوشيال ميديا وهو في منتهى الخطورة وسيدمر الكرة المصرية،
خلال السنوات المقبله، لان هم بيجتزئوا وبيختزلوا الوقائع اللي تخدم على المواقف اللي هم بيكونوا عايزين يمشوها ويضغطوا بيها في التوقيت دوت علشان يمشوا اللي هم عايزينه. وبالتالي لما رجعت لحازم امام النجم الكبير وواحد من اساطير الكره في مصر وعضو مجلس اداره اتحاد الكره، رجعت له واكد لي ان وقتها نادي الزمالك كان مرتبط بمباراه في دوري الابطال، مباراه رسميه داخل الاجنده الدوليه وليس خارج الاجنده الدوليه، داخل الاجنده الدوليه. وعلشان نعرف الناس اللي هي مش عارفه ان طول ما انت موجود في الاجنده الدوليه لا يحق لاي نادي في العالم ان هو يطالب المنتخب بترك لاعبيه. ثم بعد كده حازم امام اكد لي كمان وقتها ان 2 لعيبه بس اللي خرجوا وثم عادوا مره تانية لمعسكر المنتخب. وكانت المباراه وقتها زي ما بقول لحضرتك داخل الاجنده الدوليه، لكن في نفس الوقت تم التاكيد على ان خلال الفتره اللي جايه لن يتم السماح لاي نادي بالحصول على لاعبيه بعد طبعا ثلاثية تونس. علشان كده فيتوريا بدأ يتكلم مع اتحاد الكرة في مصير مباراة الجزائر، وفي خلاف داخل اتحاد الكرة حول إقامة مباراة الجزائر. البعض داخل اتحاد الكرة شايف ان يتم الاعتذار عن مواجهة الجزائر المقرر ليها في شهر اكتوبر اللي جاي. البعض الاخر وبيتبنى الراي ده برضو حازم امام شايف ان لا، احنا لازم نواجه الجزائر ولازم نستمر في مواجهات المنتخبات الكبيره خلال الفتره المقبله علشان تعرف مستوى المنتخب قبل بطوله امم افريقيا، وعلشان تعالج الاخطاء وعلشان تعالج المشاكل اللي انت بتواجهها، زي ما ظهر امبارح عدة مشاكل فنية، وحتى زي ما ظهر يعني برضو ارتباك فيتوريا. خلينا بقى بعيدا عن أزمة النادي الأهلي وعدم خوض المنتخب بأربع لاعبين أساسيين لمباراة تونس، طريقة فيتوريا في إدارة المباراة وارتباكه خلال المباراة ده كان ليه تأثير سلبي، وبعض اللاعبين من اللي شاركوا في مباراة امبارح مباراة تونس قد يكون او يعني ممكن يستبعدوا خلال الفترة المقبلة وممكن ما يكونش ليهم تواجد بشكل كبير بعد بداية او بعد انطلاق الدوري الممتاز. خلال الفترة اللي فاتت أو الساعات اللي فاتت كمان كان فيتوريا اتكلم مع المسؤولين في المنتخب وفي الجهاز الفني للمنتخب، واتكلم عن إن في مشاكل خاصة بالتنظيم وصرح بيها وقال إن اللي بيحصل في النظام العام خاص بالمعسكرات طبعا ما خلانيش أشعر بالراحة، ويقصد تحديدا الضغوط اللي بيمارسها اتحاد الكرة خلال الفترات اللي فاتت علشان يكون يرضي بعض الأندية زي ما حصل مع النادي الأهلي في المباراة الأخيرة، والضغط اللي حصل على فيتوريا، وهو ضغط حصل على فيتوريا بالمناسبة. هيجي يقول لك، وده خلي بالك الفرق ما بين المدرب الوطني والمدرب الأجنبي. المدرب الوطني جلال أدري لما مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اتصل بيه وطلب منه إن علي معلول يسيب معسكر تونس وما يلعبش ماتش مصر وتونس، الراجل خايف على سمعة بلده، خايف على سمعة الكرة التونسية قبل أي حاجة بقى، مش خلاص يعني كبر يعني مش عايز بقى ياخد قرار فيضايق المسؤولين، فبالتالي عايز يتعامل. وهنا شخصية
المدرب الوطني بتبان. فبالتالي جلال أدري اللي برضو كشف أمر مهم جدا في الحكاية وفي الأزمة اللي احنا كنا بنحذر منها من أسبوع، والبعض طبعا اتهمنا وعلى طول الرجالة بتشتغل، بس طبعا الواحد ما بيهتمش بكل هذه الأمور. وفي النهاية لأن الأخبار اللي احنا بنقولها بتبقى كمان بنحذر منها، لأن الحاجة الوحيدة أو الشيء الوحيد اللي هنفضل ندافع عنه وهنفضل نواجه أي حد من الأندية أو ممكن يكون مصالح الأندية تتعارض مع المنتخب هو المنتخب الوطني والمنتخب المصري، لأن في النهاية سمعة الكرة المصرية رقم واحد اللي بيدافع عنها مش الأندية، اللي بيدافع عنها منتخب مصر. ويا إما ترجعوا، والكلام للمسؤولين في اتحاد الكرة، يا إما ترجعوا زي زمان زي أيام حسن شحاتة لأن المنتخب أهم من النادي، وارجع بقى لمواقف حسن شحاتة مع عصام الحضري، وارجع لحسن شحاتة نفسه لما وقف قدام الجمهور اللي اتأجر وقتها في 2008 في مباراة الأرجنتين علشان عصام الحضري كان موجود بعد أزمته مع النادي الأهلي. وقتها جمهور اتأجر وهتف ضد حسن شحاتة وهتف ضد الجهاز الفني علشان عصام الحضري ما يكونش موجود، وحصلت ضغوط غير طبيعية علشان عصام الحضري ما يكونش موجود وما يشاركش في بطولة أمم إفريقيا 2008. لكن لأن حسن شحاتة هو حسن شحاتة، هو المدرب الكبير، هو الاسم الكبير، هو صاحب الشخصية، قدر باسمه ونجوميته وشعبيته وإخلاصه للبلد يقف قدام المرتزقة. علشان كده عايز تعرف ليه احنا خدنا 3 بطولات في عهد الراجل ده؟ لأن الراجل ده أنا كنت بشوف قوة شخصيته، وكنت بشوف هو بيضغط عليه ازاي، ومن أسماء ومن مسؤولين في ذلك الوقت لا تتخيلهم. وقت أزمة أحمد حسام ميدو في 2006، الأزمة الشهيرة في نهائي أمم إفريقيا، حصل ضغوط كبيرة على حسن شحاتة علشان يشارك ميدو في نهائي أمم إفريقيا 2006، وضغوط مما لا تتخيلهم ومن مسؤولين لا تتخيلهم، وكنا احنا شاهدين ومتواجدين وقريبين جدا 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 للجهاز الفني وللعيبة وللمنتخب في التوقيت ده. وبالتالي لأن حسن شحاتة قوي وبيعمل للصالح العام، رفض وقتها كل الضغوط وأرسى القيم والمبادئ بجد. يعني وقتها كمان وأنا بقول لك أهو حصل ضغوط غير طبيعية ولازم ميدو يبقى موجود، وميدو وقتها يعني بالظبط كده يقرب الى طبعا محمد صلاح، طبعا محمد صلاح في مكان اخر، لكن وقتها ميدو كان في قمه نجوميته. وبقول لك حصل ضغوط من مسؤولين في التوقيت ده، لكن حسن شحاته برضو قدر ان هو يقف لكل الضغوط ويحافظ على القيم والمبادئ. عشان كده ربنا كرمه ان هو خد 3 بطولات 2006 و2008 و2010 بلاعبين مختلفين بالمناسبة، يعني تشكيلات مختلفة، وفي بعض اللعيبة كانت موجودة هنا وبعض اللعيبة ما كانتش موجودة في 2008، ناس ما كانتش موجودة في 2006، وفي 2010 ناس ما كانتش موجودة في البطولتين. لكن لأن اللي على رأس القائمة أو اللي كان بيدير المنتخب هو حسن شحاتة، وما كانش حد يجرؤ يتدخل. يعني سمير زاهر الله يرحمه، راجل محترم جدا الله يرحمه، وكان إدارجي بجد، لما كان بيتدخل في بعض المشاكل كان حسن شحاتة، وأنا كنت شاهد على ده، كان حسن شحاتة
بيتصدى لأي قرار ممكن يشوف إن هو هيضر مصلحة المنتخب. فبالتالي مصلحة المنتخب دي أهم من أي نادي، أهم من النادي الأهلي وأهم من نادي الزمالك. والدوري يا جماعة بيتلعب علشان المنتخب، والمحترفين اللي بيخرجوا بره وبيرجعوا بيرجعوا عشان منتخب مصر. ومحمد صلاح اللي بقيمته الكبيرة وبتاريخه الكبير ما اداش ظهره ولا مرة للمنتخب. فما يجيش بقى المسؤولين في اتحاد الكورة أو فيتوريا هم نفسهم اللي يدوا ظهرهم للمنتخب بشكل أو بآخر، بسماح للاعبين في الأهلي أو بسماح للاعبين في الزمالك أو لأي نادي أي مكان. لأن في النهاية اللي بيدافع عن سمعة الكورة في مصر رقم واحد هو منتخب مصر. خلينا نشوف الفيديو اللي كنا حذرنا فيه ونرجع نكمل مع بعض. في الساعات الماضية أزمة المنتخب مع النادي الأهلي. المنتخب الوطني عنده معسكر من 4 ل 12 سبتمبر بيخوض خلالها مباراتين، المباراة الأولى يوم 8 سبتمبر، المباراة الثانية أمام تونس في مباراة ودية للمنتخب الوطني، ومباراة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا اللي هتقام في كوت ديفوار. محمد غرابة مدير المنتخب فجر مفاجأة امبارح في التصريحات لي وقال لك احنا اساسا متفقين مع النادي الاهلي ان 4 لعيبة هم اللي هيروحوا المعسكر ده. تفاجأ ان على السوشيال ميديا، انا بوريك بس طريقة تناول الاخبار بتبقى عاملة ازاي، وطريق ويجي احيانا يقول لك مين اللي بيعمل فتنه او مين اللي بيشعل ازمه. النهارده مدير المنتخب بيطلع يقول لك ان احنا متفقين مع النادي الاهلي على ضم 4 لعيبه. وانا من خلال مصادري في اتحاد الكوره جبنا مثلا قدرنا ان احنا نقول ان في 4 لاعبين هم اللي هينضموا، وانا كاتب الخبر ده من يومين مثلا في المصري اليوم، اللي هم محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطيه. سبب الازمه بقى واصل النادي الاهلي بيخوض مباراه امام اتحاد العاصمه يوم 15 في السوبر الافريقي، في لوائح دوليه اي عيل صغير عارف ان في الاجنده الدوليه حتى لو ما فيش مباريات رسميه هي من حق المنتخب، وبيتم التنسيق ما بين الاتحاد والنادي. وفيتوريا لمح لده في مؤتمره الصحفي، قال ان احنا سيبنا المعسكر اللي فات كان معايا 8 لعيبه، المعسكر ده انا معايا 4 لعيبه من المنتخب الوطني. وهي نغمه مش هتحصل واحنا هنا كبرنامج بنرفضها، ان النادي يبقى اهم من المنتخب. ده هو الانديه كلها من المفترض والدوري ده كله بيتلعب علشان المنتخب. وقت ما كان النغمه دي موجوده ان الانديه بتلعب لمصلحه المنتخب وكنا بنطبق ده بجد، مصر خدت 3 بطولات في امم افريقيا. لما تراجعنا وبقى النادي اي نادي، اهلي زمالك اي نادي، بقى اهم من المنتخب، تراجعت على مستوى المنتخبات الوطنيه. الكلام ده من اسبوع، وهو نفس الكلام اللي بنقوله دلوقتي، لان هي السياسه واحده، ان المنتخب هيفضل اهم من اي نادي مهما حاول اي حد ان يوجه الامور الى غير نصابها الصحيح. ولما يطلع، ما انت في الاخر بيطلع شكلك وحش. يعني انت بعد ما بتعمل كل الحاجات اللي في الكواليس وتقعد وفاكر نفسك ان انت بسم الله ما شاء الله ما فيش اذكى منك، بيطلع لك مدرب منتخب تونس بيطلع بتصريح، هات يا عم التصريح لحسن اكون انا مألفه، هات التصريح بتاع جلال القدري. يا محمد
لاحسن نكون احنا اللي ضاربين التصريح. حصل تواصل مع مدرب الاهلي من اجل السماح برحيل علي معلول، لكن مصلحة المنتخب التونسي اهم. بتقول ايه تاني؟ لكن مصلحة المنتخب التونسي اهم. وحصل بالفعل تنسيق مسبق في شهر يونيو الماضي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسمحنا له بالرحيل. يعني بيقول لك مش كل مرة بقى، يعني مش كل مرة هنسمح لك بالرحيل يا عم علي. ليه؟ ليه احنا بنعمل ده؟ ليه جلال قدري بيعمل ده؟ عشان راجل مدرب وطني خايف على مصلحة سمعة الكرة التونسية. طب هو النهاردة لما العالم كله يعرف ويتابع ان تونس كسبت مصر 3-1 بمحمد صلاح في القاهرة، طب مردود دوت على تسويقيا على منتخب مصر ايه؟ وانت في امس الحاجة ده، احنا ما صدقنا ان المباريات اللي فيتوريا قدر ان هو باللاعبين ان هو يتخطاها، وان كان يعني مباريات ما تقدرش انك انت تتكلم عليها او تقيم المنتخب عليها، منتخبات طبعا من التصنيف الثاني والثالث في افريقيا، واول مواجهة منتخب كبير بحجم منتخب التونسي، وما تجيش تقول لي احنا لعبنا بلجيكا وكسب ده، لان انت لعبت بلجيكا في ظروف كان معاك اللاعبين الاساسيين، كان هو داخل على كاس العالم، فبالتالي كان خايف بشكل كبير ان هو يخوض مباراه قويه علشان لعبته ما تتاثرش او ما تتصابش، فبالتالي كان بيعمل تجربه خفيفه. لكن ماشي انا معاك انك انت كسبت بلجيكا، لكن اول اختبار حقيقي كان امبارح قدام المنتخب التونسي. تحمل المسؤوليه هو، بالمناسبه فيتوريا حمل المسؤوليه كامله لاتحاد الكره. بدا يطلع بعض الاصوات ان انت وافقت ليه، فهنقعد بقى نشتغل اللي بيحصل في الكواليس، ان احنا نقعد نضغط على فيتوريا، وبعدين اول لما يخسر لو اتكلم نقوم مطلعين له بعض الشخصيات نقول هو انت وافقت ليه؟ لا هو من الاول في اجنده دوليه يا جماعه. طيب انا وريتك من 1 سبتمبر ان قلنا لك، او من اسبوع قلنا لك يا جماعه في اجنده دوليه، ما ينفعش ان اي نادي، طالما بقى الناس ايه ما يهمهاش مصلحه المنتخب، طالما مش فارق معاها مصلحه المنتخب، قلنا لك في اجنده دوليه، وبالتالي لوائح الاتحاد الدولي بتلزم الانديه بعدم مطالبه المنتخبات في العالم بلاعبيها. يعني حتى في نهائي دوري الابطال راجل جلال قدري قال لك احنا سمحنا لك، فهي مش كل مره بقى. طيب احنا داخلين على شهر اكتوبر، وشهر اكتوبر فيه اجندة دولية اعتقد من 7 إلى 16 أكتوبر سيخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتين. المباراة الاولى امام زامبيا قد تكون خارج مصر، والمباراة الثانية في حالة إقامتها أمام الجزائر. في نفس التوقيت بعد 4 أيام في يوم 20 النادي الأهلي هيواجه أعتقد سيمبا التنزاني، حد يصلح لي يا عمرو لو أنا غلطان. يوم 20 ما نجيش بقى، دينا بنقول أهو ما نجيش ونقعد نعمل نفس الفيلم اللي اتعمل على السوشيال ميديا نعمله دلوقتي،
ويطلع محمد غرابه يقول يا جماعه احنا متفقين اصلا ان احنا هنبعت 4 لعيبه. كلام مش من عندي، مش اسلام صادق اللي بيقوله ده، السيد محمد غرابه مدير المنتخب الوطني لما خرج في مداخله وقال ان احنا متفقين على 4 لعيبه بس. الحاجات دي بقى ايه؟ ما حدش بيتكلم فيها. طب يبقى ايه لازمتها ان احنا طالما احنا متفقين قبل المعسكر، قبل المعسكر طالما احنا متفقين مع النادي ايا كان النادي، النادي ده اكس، الاهلي، الزمالك، ايا كان، طالما احنا متفقين لازمتها ايه بقى افتعال الازمات والمشاكل؟ واول لما نيجي نفتح ونتكلم في كواليس يقول لك ده اسلام صادق هو اللي عامل المشكله. لا، هو انت اللي عامل المشكله، والنتيجه في الاخر ان المنتخب شال 3 من تونس. خلينا ناخد واحد من نجوم مصر ونجوم طبعا سواء من حيث التدريب او كان نجم كبير كلاعب كمان، الكابتن علاء نبيل نجم الكره المصريه ورئيس قطاع الناشئين بنادي زد. كابتن علاء برحب بيك. كابتن علاء مساء الخير يا اسلام، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، والله الحمد لله. اخبار حضرتك؟ الحمد لله كله بخير. كابتن علاء، مين يتحمل مسؤولية الخسارة امبارح من تونس؟ امبارح فيتوريا ألقى بالمسؤولية على اتحاد الكرة، اتحاد الكرة يعني بعض الأصوات من داخله مش يعني مش بشكل رسمي حمل فيتوريا المسؤولية باعتبار ان هو وافق على رحيل رباعي الأهلي، فحضرتك شايف مين يتحمل المسؤولية؟ والله بص يا اسلام، يعني احنا دخلنا في حاجه مش حته مش مظبوطه. يعني في مواقف بتبين شخصيه الراجل اللي انت بتتعامل معاه. انا خساره اطلع اقول يا جماعه انا خسرت لكن في اخطاء و و و و شكرا، لكن اطلع بقى واقول ده يتحمل وده ما تحملش، لان انا شفت التصريحات امبارح ما عجبتنيش بصراحه. يعني اول حاجه قال لك فرقه تونس جايه بتلعب زي ما يكون ما بتلعب مباراه رسميه، ما هي ايه؟ هو هزار. المنتخب بيلعب باسم بلده، يعني ايه منتخب تونس جاي يلعب بيلعب كانه بيلعب مباراه رسميه؟ من حقه اللي هو يلعب مباراه رسميه، انت عملتش كده ليه؟ انت ما هيأتش لعيبتك ليه اللي هي تلعب مباراه رسميه؟ مش دي تجربه كويسه ولا مش تجربه كويسه؟ تمام؟ الحاجه الثانيه يقول لك انا عارف ان في ناس قاعده مستنياني الفشل. ايه شغل المؤامرات اللي احنا دخلنا فيه بدري قوي ده؟ يعني ايه الجو العام اللي احنا عايشين فيه؟ انت بتعمل مباراه وديه بتشوف اخطائك بتشوف ايه اللي وقعت فيه، لكن تطلع بقى من اولها تقعد تقول كان وكان وكان، انا بصراحه ما بحبش كده. الفرقه امبارح فرقه فقيره فنيا جدا، فرقه وحشه. تمام؟ لا تكتيك ولا اي حاجه خالص ولا شغل مدرب بيبان، لان اي مدرب بيبقى ليه بصمات على اي فرقه يا اسلام. جمله بتتعمل من جنب اليمين، جمله بتتعمل من جنب الشمال، بتتكرر مره واثنين، تعرف اللي فيه شغل مدرب. الكور الثابته، الحاجات دي كلها. فانت النهارده يعني معلش مع احترام، يعني من اسبوع في الحفله بتاعت السبونسر بتاع المنتخب بتاعت المنتخب اتكرم، قال لك كسب بلجيكا وثمان ماتشات ما اتغلبش. واخد بالك؟ طب منين الناس عايزه تفشلك والناس بتكرمك؟ مع ان يعني معلش مع احترام، يعني اذا كان واحد بيتكرم عشان 8 ماتشات ما اتغلبش مع اثيوبيا ومش هينفع مع مين ومع مين وتاهل امم افريقيه، لا ده في ناس عملوا انجازات جامده جدا 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 ما اتكرمتش. واخد بالك؟ فانت النهارده الناس ولا مستنيانك ان انت تفشل ولا مستنيانك ان انت تعمل حاجه كويسه لبلدها. انت ليه بتطلع تقول هذا الكلام؟ انت لو يعني سوري في اللفظه، وانت عايز اللعيبه بتاعتنا قول انا عايز اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. تمام؟ باحترامي طبعا عملوا الفرق، لازم نقتنع لازم نعترف بهذا، لعيبه النادي الاهلي عملت الفرق، لكن برضه لعيبه النادي الاهلي لعبوا معاك المباراه اللي خدت على اثيوبيا وكان الاداء سيء. مش هو ده السبب، لكن انا ما بحبش ان انا اتحمل. اطلع كده وقول انا اتحمل المسؤوليه لكن انا استفدت و و و و و، لكن التصريحات الخايبه اللي اتقالت دي بصراحه ما بحبهاش يعني. كابتن علاء، يعني لو حضرتك موجود في المنتخب، واعتقد انت طبعا حضرتك كنت يعني موجود فتره مهمه جدا جدا مع الكابتن جوهري وحصلته كمان على امم افريقيا 98 على ما اذكر، واكيد كنتوا بتتعرضوا لنفس المواقف.
طبعا، بس هناك بقى هناك فرق زي ما بيقولوا يعني، بالظبط. هناك فرق. وكنا بناخد اللعيبه على عاتقنا وكنا بنشتغل معاه. انت النهارده بتعمل ماتش ودي وبتجمع اللعيبه قبلها يوم 4 في الشهر، كان اول تجمع معسكر. هو كان فيه، هو في ماتشات دوري شغاله وفي حاجه، مفيش حاجه شغاله، ما تاخد اللعيبه بدري وتشتغل معاها، ما تاخد اللعيبه بدري. هو خلاص العقد بتاعك انت تشتغل اسبوع قبل الماتش وخلاص، ده يا هناه يا هناه اللي يشتغل ياخد المبالغ دي كلها ويقعد اسبوع قبل الماتش وشكرا. ايه اللي عايز يعمل فرقه اسلام بيعمل، بيجيب ويشتغل ويجرب ويجمع اللعيبه ويقعد مع الاتحاد. انا عايز التوقيت ده بالشرط، العب مباراه دوليه، جمع لعيبه 3 ايام واشوف مين يصح، عشان لو فلان الفلاني ما يبقى ما حصل حاجه يبقى انا عندي البديل موجود لازم. لكن انا النهارده اقعد في المقصوره واقعد اشرب في شاي وقهوه واقعد وهي دي شغلتي وامشي؟ هو ده كلام يا جماعه؟ وبعدين انا ياما قلت يا اسلام، معلش يعني، يا ما قلت من فترة طويلة، يا جماعة ريحوا الشناوي، يا جماعة ريحوا الشناوي. الراجل بيلعب دوري عام كله مع النادي الأهلي، بيلعب أفريقيا، بيلعب السوبر، بيلعب ماتشات المنتخب كلها. كل ما يا جماعة لازم يرتاح، لازم نعرف مين البديل، مين البديل الأول للشناوي. تمام؟ قعد لغاية لما سافر امبارح وراحوا مجربين امبارح أبو جبل. واخد بالك؟ ما زلنا النهارده بنتفرج على على بعض الاسماء اللي موجوده بقى لها 8 سنين وما عملتش حاجه للكره المصريه، ما زالوا موجودين في الملعب. زي مين يا كابتن علاء؟ بدون ذكر اسماء عشان ده فيها احراج. معلش يا اسلام، يعني واخد بالك، ما زال مجموعه موجوده في الملعب لسه بنتفرج عليها ولسه بنتكلم عشان نروح كاس عالم. تيجي ازاي؟ فين اختياراتك الجديده؟ فين التكتيك اللي انت بتعمله؟ فين الماتشات؟ احنا اول ماتش احس ان منتخب مصر هيلاعب فرقه محترمه زي تونس امبارح، بس بعد كده ما فيش. الانجاز انت عملته بتاع بلجيكا، احنا رحنا كسبنا بلجيكا في بلجيكا يا اسلام. ايوه كنا حازم امام، ايوه لو تفتكر محمود الجوهري، كنا بنلعب 4-4-2 وكنا من اول ناس لعبنا في الدنيا 4-4-2. واخد بالك؟ يعني في انجازات اتعملت. إذا كان وصلنا للأمم الأفريقية في وسط هذه المجموعة يعتبر إنجاز، يبقى يعني هارد لك الكرة المصرية. معلش هو كلام شديد. لا لا لا، أنت أنا مبسوط جدا إن حضرتك يعني بتقول الكلام بمنتهى الوضوح، لأن مواجهة الحقيقة للناس أفضل من إن أنا أضحك عليهم. يعني من الآخر يعني أنا ده كلام حضرتك طبعا، وأنت أدرى، وأنا بكلم واحد يعني مدرب كبير جدا جدا ومدرب منتخبات. أنا بحب بلدي وبحب منتخب مصر. إحنا هنفضل نعيد ونزيده تاني ونيجي ساعة الجد ونروح أمم أفريقيا ويحصل النتائج دي وترجع ريما العادات القديمه ونبتدي نغير في الجهاز ونغير في الاتحاد. يا جماعه بقى كفايه ان الراجل اللي يجي لازم يبقى عنده هدف. هنعمل ايه؟ هنشتغل ازاي؟ يعني انا مش عارف يعني بجد. انا اتمنى من بتشوف ان ما فيش اي وجوه جديده انضمت للمنتخب، رغم ان هو بيقول ان انا ضميت محمود حماده، ضميت محمد حمدي، يعني بدأت تطور من ايوه وجوه جديده، لكن ايه تأثيرها على المنتخب؟ مش عايز تلعب بالالفاظ، انت تأثيرها ايه على المنتخب؟ ما انا ممكن اجيب لعيب جديد بس يقول لك يا اخي زي ما جبنا عبد الظاهر السقا، ايه ده عبد الظاهر اللي هو بعد كده راح احترف، لما جبنا ياسر رضوان، لما جبنا احمد حسن، لما جبنا اسامه نبيه، يعني اللعيبه دي كلها كانت جديدة، لكن قدر محمود الجوهري وجهازه يوصلهم لأعلى مستوى. مظبوط. وميدو اعتقد ان هو لعب ماتش اول ماتش كان معانا، كان عنده 18 سنة. محدش يعرف كان عبد الستار صبري بالظبط، عمارة، كمونة، الناس دي يا جماعة. المدرب الذي صنع لاعيبة، المدرب الذي يصنع لاعب. احنا مش عايزين لاعب يصنع مدرب، عايزين مدرب يصنع لاعب. احنا في اشد الحاجه الى واحد يجي يعمل لعيبه، مش عايزين واحد اللعيبه تيجي تعمله واللعيبه تبقى كويسه ويكسب ويقول لك ده نيك. لا، احنا في مرحله دلوقتي عايزين مدرب صنايعي يجي يعمل فرقه كوره كويسه بجميع الطرق، بمعسكرات، بتدريبات، بماتشات، بكل بمتابعه، كتيبه عمل. لكن اللي انا شايفه ده ما مش متفائل يعني رغم ان البعض يقول لك هو يعني اعاد مره تانية هيبه المنتخب وتصدى. انا بقول لحضرتك ان البعض اللي بيقول
لا 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 معلش، كل واحد يجي وجهة نظره، كل واحد بيتكلم عشان على فكرة كل واحد بيتكلم على حسب يعني حاجة جواه. يعني أنا امبارح برضو كنت في مداخلة وواحد دخل بعدية وقال لي معلش مع احترامي أنا الراجل عمل وعمل إيه، بس طبعا كل الناس عارفة هو قال كده ليه، واخد بالك؟ ايوه فا صح. اه فعامة انا قلت اللي جوايا وقلت لك ثاني مرة بعدها كابتن الكلام علاء، شايف شديد. ان احنا يعني نواجه منتخب الجزائر في مفاوضات دلوقتي مع منتخب الجزائر ومنتخب زامبيا، شايف ان احنا ايوه نواجه الجزائر؟ لان البعض لازم. بيقول لك بعد ثلاثية تونس لا لا امبارح. لا خالص، انا ضد كده خالص. لازم اخش انا دلوقتي، لازم اخش بصدري عشان اعمل فرقه، لازم اخش والعب الناس دي. انا كل الماتشات اللي لعبتها اللي فاتت دي يعني في لغه الكوره ما بتاكلش عيش. انا امبارح بس بدات الناس تحس بالخطر، ليه؟ عشان بدانا نلعب بالمستوى اللي زينا او اللي احسن مننا سنه بسيطه. لكن حاليا لابد من مباريات قويه، ما فيش حاجه بتعمل اللاعب غير مباريات قويه. كابتن علاء، شايف ان المنتخب يعني ناقصه ايه علشان يقدر ان هو يتوج ببطولة امم افريقيا اللي جاية؟ يتوج؟ يتوج مش يوصل للنهائي. انت لا المفروض ما منتخب مصر مش عايزين نطمع اصل الناس عشان خاطر هو المفروض ان فيتوريا، يعني ما احنا قبل كده وصلنا لنهائي امم افريقيا مع كيروش وما خدناش البطولة وخسرنا من السنغال بضربات الترجيح، فبالتالي هو التارجت بالنسبة له مش ان هو يوصل لنهائي امم افريقيا ناخدها. بالظبط. فبالتالي هل فيتوريا قادر على قيادة المنتخب للحصول على امم افريقيا حتى الان ما وايه اقدرش اللي احكم ناقصه؟ اسلام. لا نعم حتى الان ما اقدرش احكم، اللي انا حتى الماتشات اللي فاتت اللي احنا كسبناها مش انا اصلا ببص بعين بتاع كوره، مش راجل متفرج عادي. انا ببص هل الفرقه دي مع المستويات الايه هنعمل ايه؟ يعني الثغرات الدفاعيه اللي موجوده هل هتقدر تنافس الهجوم الشرس اللي في بعض الفرق الافريقيه؟ هتنافس يعني ليها حسابات تانية. انا حتى الان لا مش شايف، لكن لو هو عمل اعداد كويس قوي 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 ولعب ماتشات قويه وحط ايده على الفرقه اللي هتلعب يعني ممكن نحكم، لكن حاليا لا الحكم صعب. الحكم صعب. شايف ان الدوري المصري ممكن يفرز لاعبين جدد يقدر في الفترة اللي جاية فيتوريا يضمهم للمنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا ولا صعب؟ بنتمنى بس هو برضه لازم، هو برضه هو في حته ايجابيه عشان من يعني من تمشي الدنيا كلها، ان هو برضه بيدي الامل للعيبه كتيره اللي هي يعني كل واحد يعني عنده الامل هو يلعب منتخب مصر، ودي حاجه كويسه حاجه كويسه. لكن طبعا هو الاختيار نفسه بيبقى هو ده الصعب، الاختيار العين اللي تختار اللاعب المميز هو ده الصعب. لكن اتمنى للدوري المصري يفرز والراجل يقدر ياخد منهم ويستفيد منهم ويعمل منتخب قوي، لان كل الكلام ده في الاخر بيقول مصر كسبت، مصر تتواجد، مصر يعني الواحد بيقولها من حبه لبلده يعني. اكيد. النجم الكبير الكابتن علاء نبيل، بشكرك طبعا رئيس قطاع نادي زد ورئيس قطاع الناشئين طبعا بنادي زد، واحد من نجوم مصر في طبعا كلاعب وكمدرب النجم الكبير علاء نبيل. من حوالي طبعا خلال الفترة اللي فاتت كان كل العالم بيتكلم عن محمد صلاح، هل هينتقل إلى الدوري السعودي قبل قفل باب القيد بالإغراءات المالية اللي عرضت على النجم الكبير محمد صلاح، ولا سيبقى في ليفربول؟ قبل قفل باب القيد بحوالي 10 أيام أو أسبوع كان معانا هنا المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب الأسبق وصاحب الفضل في احتراف النجم العالمي محمد صلاح، واللي كان تولى المفاوضات مع نادي بازل السويسري. وبالتالي كنا أول وسيلة إعلامية قلنا لك إن محمد صلاح سيبقى في ليفربول من خلال المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب الأسبق، في الوقت اللي كان كل وسائل الإعلام أو 90% منها
بتتحدث عن ان صلاح سيرحل الى الدوري السعودي، لكن لاننا عارفين طبعا شخصية محمد صلاح، والاقرب كمان اليه هو المهندس شريف حبيب، فاخترنا الشخصية في التوقيت المناسب، وبالتالي ده احتراما لعقلية المشاهد. وكان التصريح للمهندس شريف حبيب اللي هنشوفه قبل قفل باب القيد في الدوري السعودي، كان المهندس شريف حبيب بيؤكد هنا في البريمو ان محمد صلاح مستمر في ليفربول. خلينا نشوف مع بعض المهندس شريف حبيب قال ايه، ونطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل مع بعض. السؤال اللي الناس كلها مستنياه، محمد صلاح اتحاد جدة ولا هيكمل في ليفربول؟ بشخصية محمد صلاح، اولا انا على المستوى الشخصي لا احب يكمل. ليه؟ لانه ايقونة، ايقونة للاجتهاد والمصابرة، وشايف قدامه. فانا اعتقد يعني جزء منه معلومة وجزء توقع ان هو قاعد في ليفربول وهيقاوم كل الاغراءات. ده ايه الثقة اللي بتتكلم بيها يا باشمهندس؟ لانه واحد بهذه العقلية فهو عنده طموح عايز يحققه، عارف ان مسيرته مش هيقدر يحققه في انتقاله للمنطقة العربية، خلاص اللي هو الكرة الذهبية، او عايز يحقق ريكورد. هو شايف قدامه، عايز يفضل، هو عارف كويس ان هو لرفضه او عدم انتقاله هيخلي اسهمه في ليفربول ان هو ايقونة لفترة طويلة. يعني محمد صلاح مكمل في ليفربول، واعتقد والله اعلم يعني بنسبة كبيرة طبعا هو مكمل باذن الله، الا اذا كان في ضغوط. النهاردة ليفربول نزل ان هو بيتدرب بقوة مع ليفربول، هو يعني اشارة الى استمراريته. انا برضو او تاكيدا لكلام حضرتك، كان في المقابله اللي هي كان اللي انت كنت بتقول عليها، بقول له شوف يا محمد انا باعجب جدا بميسي ورونالدو وايتو، قلت له في منهم انا شفتهم عن قرب، تحس ان هو لعيب ناشئ يعني كل يوم عايز يحقق حتى هو هتلاقيه بيقول الكلمه دي، حقق انجاز خلاص ده خلص، انا ايه اللي بعديه؟ قلت له ما حصل لهمش تشبع، وانا بتكلم من 11 سنه لسه لغايه دلوقتي هم بيلعبوا بالظبط. قلت له دول معاهم فلوس تكفيهم العمر، بس هو طموحه الكروي هو ده اللي بيصنع نجاحه، بيدور كل يوم على طموح. قلت له انا شفتهم في الملعب، ما تقولش ان دي نجوم عالميه وخدت احسن لعيب يعني ما بتقولش. قلت له هو ده النجاح. كرده يا فندم، كان رده على حضرتك ايه؟ قال لي ان شاء الله هعمل كده. لذلك انا حاسس ان هو خد اللي فكر فيه ميسي هينفذه، اللي هو ان هو مش هيروح المنطقة العربية. النهارده كان في ازمه للحكام في بسبب طبعا المستحقات وبسبب القائمه الدوليه في اتحاد الكره، ويعني اجتمعوا مع المسؤولين في الاتحاد ووعدوهم بحل المشكله خلال الفتره اللي جايه. فيما يخص طبعا النادي الاهلي اللي بيقبل على مباراة في غاية الأهمية، مباراة السوبر الإفريقي، بمناسبة الأهلي وبمناسبة لعيبة الأهلي، علشان في نغمة طلعت قالت إن ما المنتخب هو من غير لعيبة الأهلي. ما على فكرة لعيبة الأهلي دول لعيبة مصريين بالمناسبة، وفريق النادي الأهلي ده فريق مصري، فبالتالي من الطبيعي ان واكثر فريق بيشارك في البطولات الدوليه وبيحصد البطولات الافريقيه، فبالتالي
من الطبيعي ان هو يكون موجودين ويكون العناصر اللي موجودة في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك مؤثرين بشكل كبير في المنتخب. والبعض اللي كان بيتكلم على ان منتخب مصر كان موجود وقت طبعا في مباراة اثيوبيا وما قداش بشكل مميز ده لان كمان بسبب غياب محمد صلاح اللي هو العنصر الاكثر تأثيرا في المنتخب الوطني. فهي عناصر كلها مكتملة، شغل بقى الانتماءات وشغل الأندية وشغل التشجيع. لا ده أنا عايز أخلي لعيبة الأهلي ديت هي اللعيبة الأكثر تأثيرا في المنتخب، أو عايز أخلي لعيبة الزمالك هي الأكثر تأثيرا في المنتخب. كل ده بيضر مصلحة المنتخب. لكن لما بيتواجد محمد صلاح مع لعيبة الأهلي مع لعيبة الزمالك مع لعيبة بيراميدز مع اللعيبة اللي هي بالأساس موجودة وبتلعب في الدوري وبتشارك في بطولات إفريقيا وبالمفروض بيسمح لها اتحاد الكرة بالمشاركة في البطولات الإفريقية وفقا لترتيبهم في جدول الدوري، هو بالأساس عشان منتخب مصر. خلينا نروح للخبير التحكيمي الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح واسأله عن أزمة الحكام النهاردة داخل اتحاد الكرة. كابتن محمد برحب بيك. كابتن إسلام ازيك؟ ايه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. قول لي أزمة الحكام ايه النهاردة في اتحاد الكرة؟ طبعا انت كل الناس شافت النهاردة المشهد وشافت الفيديوهات. يعني هقول لك على حاجة، هو زي ما بيقولوا كده الجواب بيبان من عنوانه. المشهد بيقول لك ان احنا ما عندناش لجنة حكام. يعني قول لي طب تفاصيل، طب قول لي التفاصيل الاول وقول لي الخبر ايه اللي حصل وبعد كده نعقب. ماشي هقول لك التفاصيل. هو طبعا الحكام النهارده اللي راحت دول كلهم حكام كانت بتلعب في الدوري الممتاز المواسم الماضيه كلها، فجاه لقوا نفسهم بره التصنيف او التصنيف اللي عملوه لجنه الحكام، يعني هم اعلنوه على صفحه اتحاد الكوره. لكن طبعا هتسألني هتقول لي هم عندهم حق ولا لا، هقول لك هم عندهم حق لان التصنيف اصلا في مجاملات كتيره جدا، وفي ناس لعبت ماتش واحد وقال لك دول موجودين في التصنيف، والناس اللي كانت موجوده النهارده دي يعني عايز اقول لك بيلعبوا في الدوري بقى لهم سنين طويله واجروا الاختبار زيهم زي الناس اللي موجودين، فما كانش في مبرر ان هم يكونوا خارج التصنيف. والتصنيف اصلا اللي عمله او اللي اختار مش بريره، هو الناس اللي مع بريرا. تمام؟ فده كانت يعني ده كانت طلباتهم، هم كانوا عايزين يروحوا يقابلوا رئيس لجنه الحكام بريرا لكن ما عرفوش يقابلوه، هو كان فوق فعلا في لجنه الحكام لكن ما حدش نزل لهم الا مؤخرا يعني بعد فتره طويله كابتن محمد فاروق نزل لهم وقعدوا مع الاستاذ جمال علام، والاستاذ جمال علام وعدهم ان يوم الثلاث ان الامور هتتحل وهيبقى في جلسه ثانيه مع بريرا والتصنيف هيتعدل. ومن ضمن الجلسه يعني الحكام لما بيتكلموا ودي الحاجات اللي عرضوها على الاستاذ جمال علام قالوا له ان التصنيف ده تم تعديله اكثر من مره، يعني بناء على ان في حد بيتكلم لحد او حد بيتدخل لحد. يعني اعضاء مجلس ادارات ممكن او ناس علاقتها قويه باعضاء في لجنه الحكام، فبالتالي بيتم تفضيلهم على حكام تانية ممكن يكونوا شاركوا مباريات اكتر. مظبوط كده ولا انا غلطان؟ لا لا مظبوط كلامك مظبوط، وده حصل على فكره في التصنيف وحصل في المعسكرات برضو. عندك مشكله كبيره برضو حاصله، وانا عايز اقول لك ان في معسكر فار كان شغال النهارده، المعسكر انتهى النهارده. يعني لا يعقل ابدا ان في معسكر يعني متخصص لتقنيه الفيديو من غير اجهزه، يعني وده على فكره عشان بس نبقى الناس ندي كل واحد حقه، لان الحكام اصلا ما طلبتش الاجهزه اللي هي المفترض تبقى اجهزه التدريب. لا يعني ثواني بس ثواني يا كابتن محمد، يعني هم في لجنه الحكام عملوا معسكر لتقنيه الفيديو من غير الاجهزه؟ معسكر 4 ايام نظري وده مش هم لما بيكونوا في غرفه الفار
بيطبقوه نظري ولا بيطبقوه عملي؟ لا طبعا عملي، وخصوصا عايز اقول لك الحاجه كمان ان الاجهزه موجوده ومفيش مبررات، فالاجهزه سهل جدا ان انت يعني تقدر تجيبها وتتعامل بيها في اثناء التدريب. وده على فكره طيب، هي الاجهزه دي، الاجهزه دي متوفره هنا في مصر اللي هي من الموسم اللي فات ولا اساسا مش موجوده؟ لا موجودة، موجودة وبنشتغل بيها عادي، دي أجهزة التدريب عادي موجودة. ودي طب هو ازاي اتحاد الكورة سمح بأن يكون في معسكر لتقنية الفيديو بدون أي تطبيق عملي؟ هنا بقى المشكلة الكبيرة بقى، هل هنا في حد بيشرف من مجلس إدارة اتحاد الكورة على شغل لجنة الحكام أو على شغل الراجل الأجنبي؟ يعني من الواضح إن مفيش حد بيشرف عليها وحد بيقول له أنت بتعمل إيه؟ يعني النهاردة ان انت تعمل معسكر وتكلف الاتحاد مبلغ وقدره وتعمل معسكر فار من غير اجهزه معسكر فار نظري، انت كده المعسكر هيبقى كانك مردوده صفر. تمام تمام كابتن محمد، انا بشكرك طبعا، ودي ازمه الحكام قبل بدايه الموسم، واضح ان احنا هنشوف موسم ربنا يستر عليه. علي معلول انضم زي ما قلت لك لمعسكر المنتخب، سوري، لمعسكر فريق النادي الاهلي بعد اداء مباراة منتخب مصر مع منتخب تونس. كولر استقر على التشكيل الخاص بمواجهة اتحاد العاصمة، في مكافآت كبيرة جدا للاعيبة النادي الاهلي بإذن الله في حالة حصد بطولة السوبر الإفريقي. بإذن الله النادي الأهلي يحصد بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. خلينا نطلع فاصل واستقبل النجمين الكابتن شريف الخشاب والكابتن مصطفى أبو الده. هيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي على استاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف بالسعودية. وهيبدأ فريق الأهلي أولى مبارياته في الموسم الجديد بلقاء السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الإفريقية. وبيعد الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الإفريقي على مر التاريخ، فحقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 94 والتانية أمام وفاق سطيف عام 2015. وبشكل عام خاض فريق الأهلي 23 مباراة سابقة أمام أندية الجزائر في بطولات أفريقيا، فاز في 11 مباراة وتعادل في 7 وخسر 5 مرات وسجل 32 هدف واستقبلت شباكه 19 هدف. وواجه الأهلي 6 أندية جزائرية في البطولات الإفريقية، هي مولودية الجزائر ووفاق سطيف وشباب بلوزداد وشباب الثورة وشبيبة القبائل بجانب اتحاد العاصمة. والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة من قبل ولعبوا مرتين في دور الـ16 من دوري الأبطال 2005، وفاز الأهلي بالجزائر 1-0 وتعادلوا في القاهرة 2-2، وكانت آخر مواجهة للأهلي أمام أندية الجزائر لما التقى وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، وفاز الأهلي بالقاهرة 4-0 وتعادل في الجزائر بهدفين لكل فريق. هتغادر في 3 فجر الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة لتنزانيا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية، والمقرر إقامتها يوم 16 سبتمبر الجاري. وخاض الزمالك ميرانو الختامي على ملعب نادي زد، وده بناء على رغبة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأبيض فخوض الميران على ملعب نجيل صناعي بسبب خوض لقاء أرتا سولار على ملعب نجيل صناعي. الزمالك خاض معسكر مغلق في أحد فنادق القاهرة استعداداً للموسم الكروي الجديد، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام السكة الحديد أحد فرق دوري المحترفين
وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة وأمام سيراميكا كليوباترا، وخسر الأبيض بثلاثية دون رد. الزمالك استعاد خلال الساعات الماضية لخدمات اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الأول والأولمبي، وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين الدوليين راحة من المران الختامي تجنباً لتعرضهم لأي إصابة أو إجهاد عضلي قبل ضربة البداية في البطولة القارية. وهيفتقد الزمالك أمام بطل جيبوتي لخدمات حارسه محمد عواد اللي بيعاني من الإصابة برشح في الركبة، وبيخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي وعلاجي من أجل العودة للملاعب في أقرب وقت. كمان هيفتقد الأبيض لخدمات الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو بعد تعرضهم لإصابات مختلفة وقت تواجدهم في معسكر المنتخب الأول. وشهدت الساعات الماضية اجتماع بين أوسوريو وسامسون إيكينولا مهاجم الفريق لتحفيزه على مواصلة العمل على تخفيض وزنه وتطوير مستواه في التدريبات من أجل الحصول على فرصته في المشاركة بالموسم الجديد بعد فشل رحيله خلال الانتقالات الصيفية الجارية. كمان عقد المدرب الكولومبي جلسة مع عمر جابر لاعب الوسط المدافع لمطالبته بضرورة استمرار تألقه اللي كان عليه في البطولة العربية والسعي وراء التواجد ضمن تشكيلة الفريق وتقديم إضافة قوية خلال المباريات المقبلة. الكولومبي أوسوريو استقر على وجود بعض العناصر اللي لا غنى عنها في التشكيلة الأساسية واللي منتظر الرهان عليها في الموسم الجديد، وفي مقدمتهم محمد صبحي حارس المرمى وحسام عبد المجيد بجانب الثنائي العائد من الإعارة محمود علاء قلب الدفاع ويوسف إبراهيم أوباما لاعب الوسط الهجومي، بالإضافة لمصطفى شلبي الجناح الأيسر اللي نال اهتمام كبير من جانب أوسوريو في تجهيزه فنياً وبدنياً بعد اكتمال شفائه كأحد الأسلحة والأوراق الهجومية المنتظر الرهان عليها في تشكيلة الأبيض وزيادة القوة الهجومية لأبناء ميت عوبة. انضم لي اتنين من نجوم الكرة المصرية النجوم الكبار، الكابتن شريف الخشاب نجم طبعا المحلة ونجم منتخب مصر. كابتن شريف برحب بيك منورنا ومشرفنا. اهلا بيك يا اسلام، سعيد ان انا معاك ودايما متألق كده وبتجيب القضايا الشائكة والنجم الكبير نجم مصر البورسعيدي ونجم منتخب مصر الكابتن مصطفى ابو الذهب. كابتن مصطفى برحب بيك منورنا ومشرفنا. اهلا بيك يا اسلام وسعيد ان انا معك طبعا مع الكابتن شريف حبيبي، التوفيق دايما طبعا. الله يخليك كابتن شريف، يعني ما فيش حد ما بيتكلمش من امبارح الا على خساره المنتخب من تونس 3 وتصريحات فيكتوريا ان هو بيحمل مسؤوليه الاتحاد الكره، وان يعني ان بيتكلم على ان تم طبعا ترك 4 لعيبة للنادي الاهلي، وفي الوقت اللي تونس رفضت انها تترك علي معلول، وجنوب افريقيا نفس الامر برضو رفضت ان هي تسيب بيرستاو. بص يا اسلام، عشان نتكلم بحياديه شويه في الموضوع ده، الموضوع ده له شقين، شق اتحاد الكرة وشق المدرب نفسه. عايزين نخرج نادي الاهلي بره الموضوع، لان النادي الاهلي من حقه انه يدور على مصلحته ويدور يقول انا عايز او مش عايز، وانت صاحب القرار. انما ما جيتش انا قلت لك لو ما سبتش اللعيبه هعمل واسوي. له طرقه، له طرق الخاصه اذا كان السوشيال ميديا او الضغط الخارجي او بتاع، انما انا كاتحاد كرة المفروض ان انا اكون اقوى من اي نادي، وبالتالي قراري ما يتاثرش باي ضغط خارجي او من اي حته اذا كنت انا بشتغل لصالح المنتخب. والمفروض المفهوم عندنا من يوم ما لعبنا كوره وعرفنا الكوره ان الدوري العام والانديه وسيله عشان نحقق الغايه وهو منتخب قوي، وبالتالي كله المفروض بيشتغل لصالح المنتخب. كون ان اتحاد الكره وافق او ضغط على المدير الفني فده خطا كبير جدا من اتحاد الكره، دي نمرة واحد. ليه؟ لانه غامر وضحى بسمعه الكره المصريه، او لعب او امر بلعبه بسمعه الكره المصريه، لعب قمار على سمعه الكره المصريه على اساس ان احتمال نكسب وتعدي. خلاص، ادي الجزئيه. الجزئيه الثانيه، المفروض ان انا كمدير فني لما اخد قرار ما اطلعش بعد ما اخده اقول اصله وبتاع، يبقى انا كده غلطان في الحالتين، غلطان ان انا وافقت وغلطان ان طلعت اتكلمت.
الغلط الاولاني ان انا لو انا شايف ان مصلحه المنتخب وهي مصلحتي لان انا راجل اجنبي وجاي عايز احقق نتائج، وحتى الماتشات الوديه انت عارف انها بتاثر في الترتيب وبتاثر على سمعتي انا كمدير فني، فالمفروض ان انا طالما عندي اقتناع ان اللعبه دي هتاثر على اداء المنتخب بتاعي وعلى شكلي يبقى انا لازم كنت ارفض من الاول. اما وان ان انا وافقت يبقى ما ينفعش اطلع اقول ضغطوا عليا وعمل ايه، يبقى انا مدرب ضعيف. دي الجزئيه الثانيه. الجزئيه الثالثه بقى عشان نتكلم صح، عشان هو ما يوديناش في قصه لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ومين موجود ومين مش موجود. انا كنت بحلل الماتش ده امبارح. اولا بدا الماتش باسلوب لعب بطريقه لعب بعيده كل البعد عن التركيبه السليمه، يعني ما يلعب ببيكهام باك ليفت، هو الراجل ما لعبش باك ليفت قبل كده. اول 3 دقائق خسرانين 1-0 وضاع جونين، اول 7 دقائق النتيجه بقت 2-0 وضاع جونين تانيين. يعني في 7 دقائق كنا مغلوبين 2-0. قام طلب من ابو جبل ينام في الارض يتعالج عشان يجيب اللعيبه، وقام غير طريقه اللعب، قام قالب الطريقه ب 3-4-2-1 وقام جايب بيكهام لعبه ناحيه الرايت وقام معدل كويس جدا فنيا ان هو لحق وعمل كده، انما برضه فنيا مش كويس ان انت كنت بادئ غلط. ده معناها ان انت ما انتش مالع عينك كويس من لعيبتك ومن فرقتك، واختيارك الاولاني كان غلط. الاهم من كده ان انت عايز تقول لي ان خط الظهر لما ينقص محمد عبد المنعم المنتخب بتاعنا يبقى بالشكل ده، اي حد رايح للجون، ان حراسه المرمى الشناوي مش موجود اي حد يروح يجيب جون. طب لما نص الملعب بيلعب طارق حامد وبيلعب حمدي فتحي والاثنين في بعيد جدا عن حالتهم، بعيد جدا عن حالتهم، يبقى انت كنت فين؟ افضل من في المباراه في راي الشخص امبارح عمر كمال. عمر كمال مش كده؟ صح. طيب يعني عوض غياب محمد هاني. يبقى القصه كلها في الشناوي ومين؟ ومروان عطيه وعبد المنعم ومحمد عبد المنعم، ثلاثة أثروا على المنتخب بالشكل ده. يبقى انا مش عامل تركيبه صح ومش عامل اختيار صف تاني صح، لان المفروض ان انا بعمل منتخب مباراه وديه عشان يبقى عندي اللعيب الاساسي واللعيب الاحتياط. لو انا كمدير فني وصلت لمرحله ان عندي اتنين باك رايت، مصطفى بالذهب واسلام صادق، وصلت لمرحله ان انا بركب التركيبه ومحتار طول الليله افكر مين اللي يبدا، مصطفى ولا اسلام، اذا انا نجحت. ليه؟ لان اسلام ومصطفى الاثنين كويسين مستوى واحد. لو انا نجحت في كل مركز ان اعمل كده وتبقى عندي الحيره دي في تركيبه الفرقه، يبقى انا عامل دكه كويسه للمنتخب، وهو ده المفروض ان انا بشتغل عليه. وانت مش بقالك اسبوع ولا اتنين، انت بقالك سنه اهو. طيب هتيجي تقول لي بحتفل سنه وشهرين، وتيجي تقول لي بحتفل وبيكرموني ان انا لعبت 8 ماتشات كسبتهم. انت لعبت مستوى رابع وكسبتهم خلاص، عشان لما حد يجي يقول لي قيم فيتوريا اقول له قيمه عليا، انا ما شفتش لسه حاجه عشان اقيمه. والكلام ده انا قلت امبارح قبل الماتش، قلت النهارده بعد الماتش اقدر اقيم فيتوريا انه هيلعب منتخب مصنف. طيب كسبت بلجيكا، ده مش انجاز. انت بتلعب بلجيكا قبل كاس العالم بكام يوم وخايفين وبيلعبوا ايه، عايزين بس يحافظوا على المستوى البدني وبيطبقوا حاجه معينه، مش فارق معاهم النتيجه. فما تقوليش ان انا كسبت بلجيكا وعملت انجاز ولا بتاع، لا انت كسبت 7 فرق مستوى رابع، كلهم اثيوبيا على مش عارف مين، على مع احتراب ليهم كلهم. ما لعبتش فرقه بحجم تونس، ما لعبتش فرقه بحجم الجزائر، ما لعبتش فرقه بحجم المغرب، ما لعبتش فرقه بحجم الكونغو السنغال، ما لعبتش فرقه بحجم نيجيريا كوت ديفوار غانا. فانت جاي تقول لي كسبت ايه؟ انت هتقابل دول، خد بالك انت في كاس الامم هتخش على معترك جامد جدا. اذا كنت انت لسه لحد دلوقتي وبقالك سنه وشهرين زي ما انت بتقول وما انتش عارف تعمل تركيبه صح في غياب 3 لعيبه اللي قلنا مؤثرين، اذا انت بتشتغل الفتره اللي فاتت كلها بعشوائيه. ليه؟ لان في اختيارات رايي الشخصي المتواضع ما تصحش ان هي تكون موجوده في المنتخب. تمام. كابتن مصطفى، هل فيتوريا بيشتغل فعلا بعشوائيه؟ هل بيحمل المسؤوليه؟ اول لما طبعا اتصدم وهو كمان وضح انفعالاته على الخط امبارح بشكل اول مره اشوفه منفعل بالشكل الكبير دوت، على اعتبار كمان ان هو بيواجه منتخب
قوي لأول مرة هو المنتخب التونسي. فهل عدم يعني البعض قال لك هو اتكشف فنيا قدام منتخب تونس، وهل تأثير لاعبة الأهلي كان ليه دور على نتيجة امبارح غيابهم؟ هو في البداية اسلام انا بس عايز اقول حاجة، انا مش هلوم اتحاد الكورة، مش هلوم النادي الأهلي، حتى لو ضغط النادي الأهلي او اتحاد الكورة ضغط يعمل اللي هو عايزه. لكن انت قلت في المقدمة كابتن حسن شحاتة ضغط عليه كتير جدا، اه طبعا، وما سمعش كلام اي حد. هو نفس الاسلوب اللي بيتعمل، هو بس اللي اتغير بتعمل مع كل المدربين، اه زيادة الناس اللي على السوشيال ميديا اللي هم طبعا لا يفقهوا شيء في اي شيء، فبالتالي دول بس اللي بقوا اول لما بيتقال لهم خش على ده فشغالين طيب. بدون اي تفكير. انا كراجل اجنبي المفروض ما تفرقش معايا الكلام ده كله خالص، يفرق معايا اسمي وتاريخي. فبحمل الراجل المدرب نتيجة كل اللي حصل في الماتش ده، هو يتحمله فنيا واداريا وكل حاجة. انا مهما يقول لعيب عندي اعتمد عليها المفروض ما سيبهاش لاي ظروف. عندي مدرب بتونس اصر علي معلول يلعب ولعب، وده حق، حافظ على فرقته وحافظ على شكله ورغم ان كولر كلمه بالظبط، وهم الراجل ما استجابش خلاص، هو واخد قرار. ففيتوريا كان لازم ياخد قرار يلاعب الناس او ملاعب، ده بتاعتك انت مش بتاعت حد، لان انت في الاخر اللي شلت الليله، انت في الاخر اللي شلت الموضوع كله انت. صح. وظهر فعلا انت ما عدتش الفرقه الاعدادي الكويس لماتش تونس. لعيبه بعيده بقى لها فتره راحه سلبيه كتير، وقت كبير، اول مره ناخد فتره راحه من مواسم متلاحقه قبل كده، ما خدناش الفتره الكبيره دي اللعيبه، ومع ذلك ما اشتغلتش ليه قبل اسبوعين ثلاثه اربعه، تعال اشتغل اشتغل. هيقول جمع. لك ان اللعيبه كانت مع انديتها، لا خدهم في فتره الاعداد، لا خدهم اعمل لهم اعداد. ما كابتن مصطفى خلينا نتكلم كويس، اتفضل اتفضل. اذا كان اتحاد الكوره وفيتوريا ما قدروش على النادي الاهلي وفي اجنده دوليه وما لا يحق للاهلي ولا لاي نادي ان ياخد اللعيبه، وخد الاربع لعيب، تفتكر من غير الاجنده الدوليه حد يجرؤ في اتحاد الكوره ولا في المنتخب ان يطالب الاهلي ولا الزمالك، والزمالك اصلا بدا متاخر، ولا بيراميدز اللي كان في تركيا ان هو يضم لعيبه المنتخب؟ الكلام ده كان بيحصل وقت واحد بس، جوهري بسم الله عليك يا كابتن. ايوه بالظبط، كان بيعمل اعداد للبطوله ويلغي دوري ويلغي كاس ويلغي اللي هو عايزه. فانا عايز اقول شخصيه المدرب هي اللي تفرض نفسها على اي حاجه. انت النهارده كمان اختياراتك صعبه جدا، انت بقالك سنه وشهرين ده كفيله تعرف مستوى اللاعب الدولي والغير دولي. النهارده ناس بتاخد فرص مره واثنين وثلاثه وعشره في المنتخب، وبترتدي قميص منتخب مصر وهي فعلا ما تستحقش تلعب منتخب مصر، وبان فشلها في انديتها وبناء عليه تاخدهم. انا مش عايز اذكر اسماء، انا فعلا مش عايز اذكر اسماء، لكن واضح جدا مين اللي كان وحش امبارح. كتير لعب ماتش واثنين وثلاثه ومع ذلك هو لسه وحش. مراكز لعيبه بتلعب غلط، ايه بيك لما اجيبه لعيبه باكلي ايه دي يعني صعبه جدا، وعمره ما لعب في الحته دي اصلا، تلعبه ازاي؟ منين جات لك الفكره انت كراجل ما شفتوش لعب في الحته دي لعبته ازاي؟ مرموش لعب يعني كتير جدا وخد فرص كتير جدا ومع ذلك بعيد. مش عايز اقول لك عمر قصدي طارق حامد بعيد، طارق حامد من اسبوعين ما فيش نادي يعني، ما عملش حتى اعداد، ما عملش، مش جاهز، مش فت. من السردباك اللي كان بيلعب جنب حسام عبد المجيد، يعني معلش يعني علي جبر بعيد بعيد قوي. انت عارفه مصطفى، انت عارفه مصطفى حسام غالي، انت بتظلمه ليه وتلعبه في الوقت ده تحرقه؟ حسام ما اتمرنش مع الزمالك غير تمرينه واحده، لا في حاجه قبل ما ينضم ده ينفع؟ طب ينفع احرقه بالشكل ده؟ وكان اعتقد كان حفل زفافه كان قريب كمان كمان. انا عايز اوضح نقطه فنيه بس بعد اذنك يا مصطفى. اتفضل. لما بتيجي تركب تيم، ممكن مصطفى يوافقني في الحته دي، اما باجي بختار اتنين سنتر باكس يلعبوا في فرقه جنب بعض
ده بنعلمه للمدربين الناشئين. لما انت على يا حبيبي هتمسك فرقه تلعب مسابقه بقى اللي هي اول فرقه بتلعب مسابقه دي تيجي تنقي تعمل التركيبه ازاي اللي هي ميكانيزم تركيب الفرقه. ما ينفعش اجيب اتنين بطاقه احطهم جنب بعض بالظبط. ما ينفعش اجيب اتنين مثلا عندهم فايتر وقوه مش كوره جنب بعض. لازم واحد عقل شويه واحد قوي واحد كوره بالظبط. برافو عليك. ايوه لازم اوازنها فزي بالظبط كده. ما نيجي نقول اذا هاجمت من ناحيه اليمين اقول للباك ليفت خش نص الملعب واقفل من هنا، اذا هاجمت من ناحيه الشمال اقول للباك رايت خش نص الملعب. دي فنيات اساسيات. لما انا اشوف منتخب اللي هو المستوى الاول اللي احنا بنعلم المستوى الرابع والثالث والثاني الكلام ده، المستوى الاول بتاعنا بيقع في الاخطاء دي. يبقى ايه اما اشوف التركيبه معموله غلط جابوا واحد يعني انا مصر ما عادش فيها باك ليفت. مصر ما عادش فيها باك ليفت. هو احنا في بطوله هو يعني انا سالت في الجزئيه دي كابتن شريف. هو اولا فتوح اتصاب كويس، هو مش مقتنع باي باك ليفت غير محمد حمدي. طب ما بداش بيه ليه؟ ما برضو كان عنده مصاب تقريبا اجهاد او حاجه زي كده. هو انا في بطوله خارج مصر لا. طب انا الصبح كده ارفع سماعه التليفون واجيب باك ليفت من اي نادي انما توصل ان انا اجيب واحد ما لعبش باك ليفت. خد بالك انت كنت ممكن تقضي على بيكهام بطريقه فظيعه يعني في اول 7 دقائق 8 دقائق احنا قلنا الراجل ده ما يلعبش كوره مش كده ولا ايه؟ لان انت ظلمته ولعبته وكل الهجمات من ناحيته وهو اشتغل عليه يعني 7 دقائق وجونين وانفرادين ثلاثه من ناحيته. يا ده بص اسمه بيكهام لا كشريدة كشريدة كان بيعملوا جمله واضحه زي بيقوم الراجل مسلم نفسه لبيكهام ياخد بيكهام يخش لجوه ومطلع كشريدة يتحط في ظهره يفوت ترك الجون الثاني بتاع حمدي فتحي ما تركت جون ترك ايه ده؟ ايه ده؟ بيلعبوا بلاي ستيشن بلاي ستيشن. فانت جيت ركبت وانت راجل مفروض يعني خبير اجنبي يعني جيت تحط له حسام عبد المجيد جنب علي جبر البطء وبناء الهجمه بطيء ما فيش استحواذ صح خروج الكره من تحت غلط. احنا اتحطينا في ال 18 اول 7 8 دقائق ربع ساعه خسرانين 1 وجيت تاني في الدقيقه 7 وضاع 5-6 فرص. طب انت خسران الماتش كام 3-1 وفي ضربه جزاء 100% انا ما فهمتش الاخراج ما عدهاش ليه صراحه يعني. انما انت كفنيات بحييه في نقطه انه قرب بسرعه انه غلط وما صلح الغلط كانت النتيجه هتبقى تقيله شويه بس بعد ما بس الثاني تايم ثاني تايم قمنا ايه ضاربين غوطس ثاني ليه تونس منظمه ثاني قام عامل تغييرات وبدا يهاجمك وبدا يشتغل من قدام وبدا يعمل ايه بيقدر يستهلك الوقت بالكوره عشان كان كده في لعب وكوره سلسه بتطلع من رجلهم خلاص لان هو ركب الجيم من اول من بدري. 10 دقايق هو بدري. هو لا هو عمل سيناريو صح. الراجل بدا يجيب لاعب 3-5-2 ونهى الماتش 3-5-2 يعني معنى كده ان هو محفظ وشغال. انت كل شويه عمال تعدل وتصلح تعدل انت كنت بتلعب الاسبوع اللي فات مع اثيوبيا يعني المفروض انت مجمع المنتخب وعارف يعني انا عايز اقول لك يا شريف حاجه. في الماتش كنت متوقع ان انا اشوف ماتش بين محمد صلاح وعلي معلول مثلا. لقيت علي معلول في الماتش ده مرتاح جدا مفيش ضغط عليه لو انه بيلعب عليه محمد صلاح في الحته بتاعته لان بيلعب ثلاثه قافلين على صلاح كويس قوي قافلين على مرموش كويس قوي قافلين نص الملعب كويس قوي فعلي معلول بقى زياده بقى بيزيد انت فاهم ازاي. انا كنت متوقع يعني ان هو عارف كمان قدرات علي فراح لعب بالظبط حسب ما هو ده الذكاء بتاع المدرب وفرقه فجاب اتنين يغطوا معاه بالظبط جاب تونس جاب فريق تونس كمان واخده الماتش يا اسلام جيم كانه هو رسمي هو دخل صلاح كمان كانه رسمي انت تعرف هو عمل ايه. هو خلى مصطفى محمد ومدخل مرموش وصلاح تحتيه بقى معلول براحته خالص دخل مين الطرفين مين عمر كمال قام طلع مين اللي عامل الجول الثاني وقام طلع من ناحيه الشمال زيزو الاثنين واخد بالك ولعب بثلاثه تحت فظبطنا شويه عشان عملنا زاد عدديه في نص الملعب. لما هم بداوا يضغطوا عليك من قدام في الشوط الثاني لما انت جبت جون في اخر الشوط الاولاني وبداوا يضغطوا عليك عشان النتيجه 2-1 قربت لان الفكر بتاعهم ان انا ما اقعدش ادافع لا انا اجيب جون اخلص الماتش اكتر حطوك في نص ملعبك. احنا الشوط الثاني
راجعوا معايا سيناريو الشوط الثاني كله كوره واحده اتلعبت كروس في ال 18 عملها ابراهيم عادل اسيست بصدر ومصطفى محمد قلش مش تلف على الارض جنب الاي مش كده ده في الشوط الثاني كله مفيش انما انت هم راحوا واحده في القايم واحده في جنب القايم واحده جو للبلن ما اتحسبش استحواذ زمن في بينالتي في الشوط الثاني ما ما اتحسبش وما انا بتكلم ده الراجل فات وما تعادتش وما تعادتش انا يعني عمال يعيد لي فاول في نص الملعب وسايب لي البلن مش عارف مين كان مخرج صحيح المهم كل دوت لا واصل يعني انا مش عارف انا يعني مخرج المباراه يعني انت ما عدتش البينالتي مثلا هل مثلا منتخب مصر هيكسب يعني احنا ما الاداء ما هو واضح ولا الحكم هيرجع في كلامه ويحسبها بلن بالظبط يعني انت النهارده مثلا في بينالتي لاي فرق لا اصل عشان بس ما نشوفش الكلام ده في الدوري مع فرق كبيره مثلا وده بيحصل الفتره الجايه بقى وده بيحصل يعني ان ايه الاهلي ولا الزمالك ليه عليه بينالتي ولا ما يتعادش لا ما يتعادش ما يتعادش ما تعيد يا عم ايه المشكله خليك فير خليك مع الجمهور احنا كمحللين قاعدين عايزين نشوف عشان نشوف احنا بنتكلم صح ولا غلط بالظبط يعني انا زاويه الرؤيه اللي انا شفتها من اول لقطه بلن 100% ما جاز انت لو عدتها لي غير رأيي يقول أيوة لا الحكم صح. صح انت ليه بتداري على ايه وبعدين واحنا هنعمل زي التلامذه الخايبه اللي في امتحانات النقل بيغش ويغش ويجي في الثانويه العامه كل سنه وهو طيب احنا نضحك على نفسنا عايزين نواجه نفسنا ورغم ده ورغم كل اللي حصل في الماتش ده يا اسلام ده افضل حاجه حصلت لنا ان احنا نشوف اخطائنا ونشوف احنا فين من الـ من الـ من الـ من الـ الـ الدول الاولانيه بقى الدول المستوى الاول بقى المستوى ده المستوى اللي احنا المفروض طيب نلعب عليه كابتن مصطفى كابتن شريف هل لعيبه الاهلي لو موجوده النتيجه مع محمد صلاح اللي محمد صلاح كان غايب عن ماتش اثيوبيا هل كان الاداء هيتغير يعني محمد عبد المنعم يعني انا بقول لحضرتك معلومه ان هو وصل معاهم في وقت الضغط اللي كان بيحصل على فيتوريا وصل معاهم الى ان قال لهم طب خدوا محمد شناوي ومحمد هاني ومروان عطيه وسيبوا لي محمد عبد المنعم بص يا اسلام انا عايز محمد عبد المنعم وبعد كده الضغط زاد اكتر فساب انا بتفق معاه لان يعني اكتر لعيب مؤثر في المنتخب هو محمد عبد المنعم لان هو بصراحه لما تيجي تبص محمد عبد المنعم تبص اللي وراه مسافه كبيره جدا بالزبط. في خط الظهر يعني انا لما اجي اقول مثلا يعني كان عامل او هو دلوقتي زي الونش قبل كده قبل الاصابه بالظبط كده برافو عليك فانا دلوقتي لما اجي دلوقتي اقول مثلا يعني محمد هاني ما هسيبه لكم ماشي ليه هو عارف ان في عمر كمان يقدر يسدها فهي العمليه ان افضل لعيب عنده في مكان نقدر نقول عليه في عطب فني مؤثر ولا والبديل مش على نفس الكفاءه محمد عبد المنعم دي حاجه الحاجه الثانيه ايه هي يعني لعيبه الاهلي تاثر اتاثر ليه تاثر لان هم اكتر جاهزيه لانهم عمود فقري في المنتخب يعني ما اجي اقول مروان عطيه في نص الملعب وراه محمد عبد المنعم وراه الشناوي ده عمود فقري ده مؤثر انما انت اللي وافقت وسبتهم فانت تعاملت مع المباراه على ان هي سهلة. مباراه سهله ومباراه وديه او اقنعوك بكده اقنعوك بكده وده غلط وانا هنا مش بليب بجيب اللوم عليه هو الاول اللوم عليه هو رقم واحد لان هو وافق انما برضو في لوم على اللي فاهمين كويس جدا ان دول مسؤول مسؤول حازم امام وبركات كويس ومحمد غرابة مدير المنتخب دول خلينا نتكلم هم اللي ضغطوا عليه لا يعني هو اللي ضغط على اتحاد الكوره يعني طيب هو في ناس اتكلمت من الاهلي مع الناس اللي في الاهلي في اتحاد الكوره فيعني كابتن انا كانت ماشيه في السكه دي انا اتحطيت في وضع زي ده لما كنت ماسك منتخب تشاد وكان عندي لعيب اسمه ايزيكيل كان الاهلي عايزه ده كان هداف المنتخب واتحط تحت ضغط كان بيلعب مع الافريقي التونسي ان وكلمني رئيس الاتحاد نفسه وكلمني وزير الشباب والرياضه والدنيا وكلها ضغطوا عليا لان الولد مثلا عامل لهم مشكله او في علاقات شخصيه المهم انه ايه ما يجيش المعسكر الا في اخر يوم ده وقت منتخب تشاد اوكي ما ردتش ورقه فاضيه قمت كاتب الولد كان بيلعب فين بيلعب في الافريقي التونسي في الافريقي التونسي ورقه فاضيه قمت كاتب استقاله ده اللي كان الاهلي بيفاوضه
ايوه كان ساعتها حسام البدري مساعد مدرب عام في الاهلي وكلمني ساعتها وكلموني عليه. المهم كنت كاتب استقاله، قلت له استقاله اهي. الزكيل جه هقطع الورقه، الزكيل ما جاش انا مش موجود معاكم. كلام اتقفل في ساعتها خلاص انتهينا. ما هي هنا شخصيه المدرب يا كابتن مصطفى يعني ما بعاملش اي دي واقعه. حضرتك كنت بتتكلم على واقع الكابتن او وقائع انا عشتها بنفسي مع الكابتن حسن شحاته. أيوه. ومع الكابتن جوهري طبعا. والكابتن علاء نبيل كمان كان من شويه بيتكلم. بالظبط بالظبط. فهنا شخصيه المدرب، هل هنا يعني جلال قدري مثلا لما قال ان مارسيل كولر كلمني وتواصل معي علشان علي معلول اسيبه لكن لقينا ان مصلحه المنتخب اهم، هل هنا المدرب الوطني بيفرق كابتن ولا هي شخصيه مدرب ملهاش علاقه بوطني ولا اجنبي؟ انا عايز اقول لا، هي ملهاش علاقه ب ب ب ب ب بجنسيته. هو شخصيته. ماشي بدليل كابتن شريف ما هو مدرب اجنبي بالنسبه للتشات بالظبط وفرط قراره ومشي. فانا عايز اقول لا، انت تحمل المسؤوليه والكارثه تصريحاتك اللي بعد الماتش. انت بتدين نفسك يعني، حتى التصريحات اللي بيقولها التصريحات الخايبه انت بتدين نفسك، بتسمع كلام مين؟ حتى تعاد الكره مصانش كلامهم، انت مش جاي تاكل عيش، انت جاي تتحقق نتائج كويسه وتوصل كاس افريقيا عشان تاخدها زي ما بنسمع، واعداد كويس واختيارات لعيبه كويسه. لا انت بتحمل نفسك المسؤوليه قدام الناس كلها. فانا عايز اقول لا، فيتوريا غلطان طبعا، والماتش ده كشف عيوب كتيره جدا للفرقه. لازم نشتغل واختياراته تبان على حقيقتها كويس قوي، ان يختار صح، ما يبانش ان فيه مجاملات في الفرقه، او انت مش عارف تختار، او انت مش عارف تشوف كويس، او انا كمدرب بحب واكره والكلام ده كله ما ينفعش. يمكن احنا عاصرنا الكابتن حسن شحاته، ما شفناش حته الحب والكره ابدا خالص. كان كل الناس بتلعب خالص. يمكن الكلام ده يمكن كان ايام الجوهري شويه، لكن كان برضو اختيارات لعيبه دوليه، ما تبقاش على مصلحه المصلحه العامه بالظبط، حتى ولو في ايا كان. كان عندنا مركز واثنين لعيب في مركز واثنين وثلاثه، فاللعيبه بتقدر تكمل. كان في فتره من فترات موجود سمير كان مناوجد، موجود عبد الظاهر السقا، موجود محمود، موجود ناس كتيره جدا تقدر تسد. النهارده مش لاقيين حد، لما الونش اتعور محمد عبد مش موجود، مش لاقيين حد يلعب سردباك، مش لاقي حد يلعب باك ليفت. الفارق الكبير جداً. كمان ما هو ده يعني هسال كابتن شريف على ان في فارق يا كابتن. انا امبارح وانا بتفرج ببص على اداء محمد ابو جبل واداء محمد الشناوي، يعني انا في ذهني محمد الشناوي. ماشي. ببص على اداء حسام عبد المجيد كمساك وعلي جبر واداء محمد عبد المنعم حتى ومحمود الونش اللي هو مصاب، بشوف ان في فوارق كبيره. بروح لمصطفى محمد اللي مكسر الدنيا مع نادي نانت الفرنسي، لكن في نفس الوقت بشوف ان هو كان مستواه بعيد جدا امبارح. وبشوف ان فرق ايام بسيطه مفيش. وماشي مصطفى محمد هو المهاجم الاول لمنتخب مصر، لكن لا قدر الله مصطفى محمد اتوقف او حصل حاجه، إيه هو مين البديل؟ بالمناسبه انا كنت بسال مسؤولين في الاتحاد عن ده، ف يعني رشحوا لي مهاجم بس واحد هقوله بعد ما حضرتك تخلص، او هقوله اللي هو مروان حمدي اللي هو ممكن يبقى موجود خلال المعسكرات اللي جايه. هل مصر كلها ما فيهاش غير مروان حمدي؟ طب ومحمد شريف اللي جه ليه ما تمش الاستعانه مثلا؟ بص يا اسلام، مشكله اجابه السؤال اللي انت قلت عليه دي مشكله كبيره جدا. هقولها لك ليه. هو انا دلوقتي لما كان بيلعب عندي محمد عبد المنعم وحجازي، مش هما دول؟ وساعات كان ايمن اشرف. مظبوط. مش كده؟ ودول كان كاس الامم الاخراني. طيب كان في الوقت ده علي جبر مستبعد خلاص، لانه ايه؟ خلاص قال لك كبر وبعد. بالظبط. لما اتصاب، لما بقى ايمن اشرف مش موجود، ولما محمد عبد المنعم راح مع النادي الاهلي وحجاز اتصاب، امنا بدل ما نشوف دم جديد ونكون حاطين عينينا على عاملين خطه كمدير فني بعمل خطه بالاساسي والاحتياطي ومين من 40 لعيب حاطط هنا وهنا وهنا وهنا.
او ما انا اعمل ارجع تاني لورا واقوم جايب مين اللي انا قلت ده مبطل اللي انا قلت ده خلاص ما ينفعش منتخب خلاص بقى 35 سنه ولا حاجه. نفس اليوم ما عمل كيروش لما راح جاب رامي ربيعه من البيت كان اقتراح وائل جمعه في ماتش مصر وفي الاخر بقى ده اقول مش انا اللي قلت وده اللي مش قلت مش كده جابوه من البيت. فانت دلوقتي واضح ان انت ما عندكش اجنده وما انتش عامل صف اول وتاني وتالت. انت معاك 20 نادي 18 نادي في الدوري الممتاز وبقالك سنة وشهرين وبس ومصر مليانة بقى. شوف بقى كم نادي وكم ممكن تجيب جده كان جاي من الدرجة التانية فاكرين ولا ايه. فانت سايب كل دول وبترجع لورا انت جايب مين؟ علي جبر اللي هو مبطل بالظبط نفس الفكرة اللي قالها لك مسؤول الاتحاد اللي هو ايه نجيب مروان حمدي اللي هو ايه اللي هو صاحبي او اللي هو ممكن نرجعه تاني. يا عم بص ما انت جايب محمد شريف مدخل معسكر ليه؟ امال فين بعد كده؟ بعد ده جه لعب ماتش اثيوبيا فقلنا جهاز هيلعب ماتش تونس ولا لعب ماتش ولا ما ده معناه ان انا ايه ان طب انا بجيبه ليه؟ لا ده معناه ان اتقال له خده. ما انا لو مقتنع بمصطفى وجايبه يبقى لازم هديله ده او ده. لو ما ادلوش خالص يبقى ده ايه انتوا عايزينه يجي تعالى اقعد. هي كده. ما عشان كده دايما بنقول ايه خلي الراجل ياخد اختياراته اللي مقتنع بيها عشان لو انا ضغطت عليه في حاجه ما هو مش هيلاعبه هو صاحب القرار في اللعب وعدم اللعب. نيجي لنقطه مصطفى محمد ومحمد صلاح عشان بس الناس تفهم ومحدش يظلمهم لان انا اتفرجت امبارح لعين الاثنين معذورين. يعني انا لما اقول لصلاح انت بتلعب هفرات من ناحيه اليمين وبدا الماتش وبعد 7 دقايق اقول له معلش خش العب تحت مين؟ تحت مصطفى محمد. خلاص وبعدين المفروض ان هو شادو سترايكر تحت الفيرود واسيست وبيعمل كل حاجه ويه وقام حاطط تحته 2 في اسوأ حالاتهم امبارح طارق وحمدي حاضر وحمدي خلاص بيعمل ايه طارق حامد؟ قطع بفاول خناق نرفزه باص مقطوع ما فيش حاجه صح. ما هو ده على طول يعني اللي احنا اتعلمناه ان على طول ده كده مش شايف بس خلص. ما هوش شايف ليه مش شايف ما الراجل بقاله فتره بيدور على نادي وبقاله فتره مش مركز بقاله فتره بعيد عن الماتشات وقام جاي مديله ماتش بحجم تونس فالولد لازم غصب عنه يتنرفز. هل هو ده بكل اللي احنا شفناه امبارح هو عنده قد كده 20 مره مثلا طبعا. انما هل هو ده طلع ما. طب بعدين بقى مين الممول لمصطفى محمد ومين الممول لمحمد صلاح؟ ابو زيزو مش لا لا علي جبر حسام عبد المجيد حمدي فتحي طارق حامد. طب الاربعه مش موجودين حمدي فتحي امبارح يعني في اكتر صرف النظر عن الهدف ده لا لا يعني هو خد بالك هي القلشه بتاع علي جبر هي الاولانيه لكن ما بتكلمش على الهدف لا لا لكن في اكتر من ميس باص بالظبط ما كانش فيت حمدي فتحي بشكل غريب جدا كويس. انا بقى واقف قدام مقطوع عن الميه والنور وعايز اخد الشاور بتاعي يقول لك استنى الميه ما تجيلك. طب ما تجيلي فين ما بتطلعش فوق ما كله. يبقى مصطفى محمد لا يسال في طيب اتعملت له انا بديل مصطفى محمد يا كابتن ما في بقى انا لازم ما انا بقول ايه عشان الناس ظلمه مصطفى محمد هداف فرقته في فرنسا ولا الكلام ده مش موضوع. محمد صلاح احسن لاعب في العالم اكيد. انما انت دلوقتي الناس انا سمعت نغمه كتير وشفته في قنوات كتير ده مش عايز يلعب ده بيلعب على الواقف ده هو انت لا هو صلاح يعني انت وصلت له كره صح وهو ما خلصهاش. مصطفى محمد بيلعب في الصندوق اتعمل له كروس واحد خالص ولا كروس ما وصلناش وعملت له ثرو باص وراح له الجون وضيعه مفيش. فانت ما تجيش تظلم الناس. نيجي بقى قصه انت مين بديل المفروض انت بتشتغل طول السنه ليه اساسا عشان في بديل يعني انا كمدير فني منتخب انا كمدير فني منتخب بشتغل ايه بروح اقعد في الماسوره اتفرج على الماتشات عشان اتصور ولا عشان ايه ما هو عشان اتصور وعلشان يعني رجاء من برضو الناس اللي بتبعت لنا اخبار فيتوريا يحضر مباراه فاركو الداخليه انا مالي ما يحضر فاركو فيتوريا يحضر والصوره من ورا الازاز طب احنا مالنا ما ده شغله على فكره فيتوريا والجهاز المعاون يحضر مباراه المقاولين وانبي ده شغله على فكره هو مشكله سنه وشهرين مدرب الناس عشان تكون فاهمه مدرب النادي ده موضوع
مدرب منتخب ده موضوع تاني خالص. يعني انا في النادي تمرين صبح وبعد الظهر وكل يوم اطمن على اللعيبه واجيب اللعيبه ده اشوف كال ما كالش نام ما نامش توزن ما توزنش وادور كل الكلام ده مدرب النادي ايه شايله بيعمله. انا كمدير فني بتابع القايمه اللي انا عاملها الاولانيه والثانيه ابدا اتابعهم وابقى على تواصل مع المدير الفني اللي ماسكه اذا كان في النادي ده او النادي ده او النادي ده واعمل اجتماعات مع المدير الفنيين باستمرار وزيارات للانديه واحضر تدريبات في الانديه واطمن على ده واصلح على ده ومش كده وبس وما فيش مانع ان انا اخد راي بعض المدربين الفنيين طبعا اذا كان في لو عندك مهاجم كويس والله ومش كده وبس واذا كنت عايز اغير طريقه لعبي من 4-2 اوجه اغير طريقه لعبي ل 3-5-2 او مطلب من المدربين الفنيين اذا امكن عندكم من فضلكم ممكن نلعب بطريقه واحده اخلي الانديه تلعب بالطريقه المعينه مش عارف بحيث ان ده يخدم المنتخب لان احنا اتفقنا ان كل ده وسيله للغايه فانت ما بتعملش الكلام ده فانا قاعد طول السنه فاضي ومش عارف مين عندي مدير فني لما سنتر فيرود اجيب مين انا طول السنه فاضي وقاعد اتفرج على الماتشات بس ومش عارف لو باك ليفت اتصاب عندي اجيب مين يعني كلام انت 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 مش بتختار المدير الفني النادي عنده 30 لعيب ما يقدرش لو حب يخرج يدور في الناشئين مش كده لما انت مدير فني لكل مصر فمش عارف تحط صف اول وصف ثاني وصف ثالث اذا كان في قصور يبقى منك طب القصور الاكتر يبقى من اتحاد الكره ليه مين العين بتاعه اللي تدور له في الانديه المفروض يكون الجهاز الفني بتاعه على الاقل فيه 2 مصريين على خبره كبيره يقدروا يقولوا له في الحته دي 2 مصريين ده يعني كانت خناقه عشان يوافق على ايمن عبد العزيز يبقى موجود مدرب مساعد وده يعني مش عايز هو الراجل ما كانش عايز اصلا مش عايز اصلا في الجهاز المصري لدرجه هقول لحضرتك على حاجه يعني احد المسؤولين في اتحاد الكوره قال لايمن عبد العزيز بعد ما اقنعوه بعد فتره قعد يعني اكتر من شهر مثلا بيتحايلوا عليه عشان ينضم حد او عنصر جديد للجهاز او عنصر مصري قال له لما تدخل ما تقولش رايك كمان طب داخل ليه ما تعملش مشاكل يبقى انت كنت بتدخله ليه عشان ياخد مرتب يعني ادوا له مرتب يقعد في البيت ادوا له مرتب يقعدوا في البيت فبالتالي يا اسلام انا هو ما هو كده نتيجه طبيعيه اللي هو فيه فيتوريا لا مش لازم يستعين لا مش فيتوريا احنا اللي النتيجه طبيعيه اللي احنا فيه عشان وافقنا على فيتوريا يعمل كده هو انا ليه ضعيف وانا بتفاوض معاه هو انا ليه يعني انا في كتير وانا بتفاوض يجي رئيس النادي يقول لي معلش يا كابتن شريف احنا هنسمح معاك تجيب معاك مثلا واحد او 2 بس عايزين 2 دول يبقوا معاك عشان عايزين نستفيد من خبراتك ما احنا جايبينك ليه كلام مقنع بالظبط انما انا ليه ضعيف وانا بتفاوض معاه يا سيدي مش عايز انت حر احنا عايزين حد يستفيد وفي نفس الوقت نفرض ان جه في اي وقت كده لك سلام عليكم تحتاس ولا عندك حد يسد ملاش حد يمسك الاهم منت لو كابتن حسن شحاته كابتن سين صاد دال عين من مصر اي مدير فني من مصر لعب الثمان ماتشات اللي فاتوا دول كان هيكسبهم ولا هيخسر ايه يعني الجديد مفيش مشكله انما انا لما اجي اقول دلوقتي احنا اللي بندور ونشوف مين سنتر فورورد طيب مين المساك طب مين الباك ليفت المفروض يكون معاه جهاز على ضراب الكلام ده مش عضو اتحاد الكوره اللي يعرف انا كراجل فني لو سالتني تقول لي مثلا في محافظه الغربيه اقول لك في نادي كذا ونادي كذا ونادي كذا عندهم في المركز دوت فلان بيلعب والنادي ده عنده فلان وده عنده فلان البديل هنا فلان البديل هنا فلان انا اللي حافظ مش طيب كابتن مصطفى امبارح يعني بعد مباراه تونس هل الصوره بقت صعبة في المنافسة على انك تحصل بطولة امم افريقيا ولا وهل التكريم اللي حصل عليه فيتوريا بعد 8 مباريات زي ما قال الكابتن علاء نبيل ان كان بدري قوي لان كان من المفترض ان هو جاي علشان ان هو ياخد بطولة امم افريقيا ويصل الى كاس العالم ياخد البطولة مش يوصل لكاس الامم الافريقية ما انت نتيجه طبيعيه يا اسلام ان انت بتفكر ان انت تاخد بطوله لان انت كم مره في كاس افريقيا بقى لنا كم دوره بنوصل للنهائي
تاني دورة او تالت دورة بنوصل بطولتين بطولتين بتوصل النهائي وبتاخدهاش مع السنغال وبل كده مع الكاميرون تقريبا بالزبط. فانت انا عايز اقول لا ده طبيعي جدا مصر ان هي تفكر تاخد البطولة. لكن واضح ان انا عايز اقول لك احنا عندنا برضه مشكلة فعلا اللاعب الدولي بقى عملة صعبة جدا دلوقتي. فالراجل ده عليه شغل كتير جدا لازم يشتغل فعلا على اللاعب الدولي نفسه اللاعب النهائي يعمل لاعب دولي. احنا في فتره من فترات ما كانش عندنا لاعيبه دوليين او فرقه. جه الكابتن محمود الجار الفتره دي عمل فرقتين لمنتخب مصر ماشي. فانا عايز اقول لا ده مطالب ان فعلا ينافس على البطوله وياخدها لازم يعمل فرقه كويسه قوي لازم يشتغل ويتفرج كويس قوي على اللعيبه ويحاول بقدر الامكان يعمل توليفه كويسه تقدر تعمل فرقه صح مش بقى اعتمد على 3 4 لعيبه ما جوش يبقى الفرقه وقعت او لو جون ما جاش يبقى الفرقه لا صعب جدا. لا احنا محتاجين وقت شويه. هو انا عايز اقول بس العذر فعلا الفتره بتاعه اللاعب المصري محتاج فترات كبيره او معسكرات كويسه عشان يبتدي المدرب يحفظه والكلام ده كله ده للاسف مش موجود دلوقتي. فيمكن العذر المدربين المنتخبات عنده عذر فعلا في دي. احنا شفنا الكلام ده كتير جدا لما بنجمع اللعيبه الدوليين حتى شفنا في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت شفنا اول 3 ماتشات من اسوا 3 ماتشات لعبناهم كويس. لكن لما ابتدينا قعدنا فتره كبيره مع بعض في معسكر مستوانا بقى بالدور اللي بعديه زاد الدور اللي بعده زاد ابتدت لعيبه فعلا في المعسكرات المجمعه دي بتزيد مستواها ويبقى كويس. فانا عايز اقول لعيب المصري للاسف اتعود انه على المعسكرات الطويله بيبقى مستواه كويس وبتعدي كويس قوي. فاحنا اتعودنا على الكلام ده. الكلام ده مش موجود. ما ده اللي الوقت. كان بيعمله كابتن جوهر ده اللي كان بيعمله كابتن جوهر لان هو فهم اللعيب المصري عايز ايه. يطلعوا الجبل ويدخلوا جيم ويدخلوا فابتدى فعلا يجهز لعيبه كويس قوي. والكابتن حسن شحاته برضو الى حد كبير بالظبط وصل للكلام ده كله بالزبط. الفترات اللي هي جه بعد كوبر تقريبا وكروش والناس دي برضو الى حد كبير معذوره ولازم يبقى معاهم في الجهاز فعلا مصريين. ليه؟ عشان يقدر يعرف طبيعه اللعيب المصري اكتر منه فبيعرف يوصلها له يوصل له اللعيب ده عايز ايه. لازم يتابعه في النادي يتابعه في كل حته زي شريف ما قال عشان يقدر اللعيب يروح له جاهز. ما هو بان امبارح ان مفيش جاهزيه لاي لعيب في الملعب يعني حتى اللعيبه صلاح ولا يمكن اكتر ناس جاهزه بتلعب دوري وماشيين ومع ذلك برضو الفرقه ما ساعدتهمش ان يبانوا بالمستوى الكويس بتاعهم. زياده على برضو مركز زيزو في الفرقه انت برضو ظالمه. زيزو بيلعب على الطرف بيلعب ناحيه شمال ناحيه يمين يقدر ينتج اكتر من اللي هو بيلعبه في المكان اللي هو فيه بالظبط. يعني عايز اقول لا يعني عايز اقول ايه يلعب ناحيه الشمال ناحيه اليمين لكن لما عدى اللاعب زيزو على الطرف من ناحيه الشمال لما عدى للطرف فاهم ازاي يعني ما ينفعش زيزو يفضل يلعب في حته مش بتاعته وما تعودش ان زيزو نشوفه شريف في الـ في الـ في حته البلاي ميكر او تحت راس الحربه لزيزو بيبقى مخنوق فيها قوي. لكن لو حطيناه على طرف يبقى واحد على واحد بيعرف يعدي بيعمل كروس كويس قوي. انت برضو بتلعب مصطفى محمد محتاج حد يعمل له كروسات كتير لان انت ما استفدتش منه. الحاجه الثانيه برضو محمد شريف انت جايب فعلا لازم يلعب لازم تديله فرصه ما لعبش اثيوبيا طب لعبه الماتش اللي فات طب اديله شويه اديله مصطفى محمد بعيد اديله برضو في حاجات كتير جدا الراجل لازم يشتغل عليها لازم يتفرج لازم فعلا يتابع اكتر من كده حته بس المعسكرات يعني. حته المعسكرات الطويله انت عارف احنا دلوقتي الكلام ده ما عادش موجود لان في اجنده دوليه فانت مش من حقك تجيب اللعيبه في اي وقت وتقول لهم يلا نعمل معسكرات بس نقدر نتغلب عليها بيه. اذا كان انت في الاجنده الدوليه مش عارف تحافظ على لعيبتك على اللعيبه يبقى تجيبها ازاي معسكرات طويله مشكله طيب. فعلا يعني طب العلاج ايه وبعدين هيجي بعد كده النادي يحملك لو خسر ماتش او خسر دوري او خسر كاس هيقولك المنتخب هو السبب. طب العلاج ايه يا اسلام؟ العلاج ان انا بالاتفاق مع الانديه بصفه وديه لان خد بالك احنا في حاجه في صالحنا ان احنا القوام كبير جدا في المنتخب مش من المحترفين كلهم في الدوري المحلي فانا بالاتفاق مع مش هيحصل يا كابتن ما انا هقول لك بس يعمل ايه مع المسؤول عن لجنه كل مدرب وليه طريقته يا شيخ ومع اتحاد الكوره انا عايزهم كل شهر يومين كل شهر اجمعهم
الانديه مش هتوافق. صعب. يومين يومين يعني يجي خميس ويمشي جمعه. الانديه مش هتوافق. ليه؟ ده داخليه. اذا كان بقول لحضرتك الماتشات وفي الاجنده الدوليه. انت حضرتك ما كنتش متابع السوشيال ميديا؟ انا متابع وعارف ده. لدرجه بقول لحضرتك المسؤولين في الاتحاد بيتكلموا قالك السوشيال ميديا مش هترحمنا. لا ما لا, لا 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 ما انت ما تكلمنيش عن حد ضعيف. ما تكلمنيش عن حد ضعيف. ما هو ده اللي بقى موجود. لا لا ده اللي يقول كده يبقى واحد ضعيف. انا ماله من السوشيال ميديا. انا بعمل الصح وماليش دعوه بحاجتين, لا سوشيال ميديا ولا هقعد على الكرسي ده ولا اتشال. ولا انديه صح. يعني انا بعمل الصح. عايز تشني من المركز من الكرسي بتاعي شني, بس هعمل الصح. عايز تشتمني في السوشيال ميديا اشتم, اشتم. بس انا عامل الصح. انما لما انا اقول لك والنبي انا عملت الغلط عشان خايف من مش عارف ايه الكلام الاهبل ده, مع احترام لله. ايوه. انما مع احترامنا لله كلام مالوش دعوه باي حد بيفهم يعني. فانا بعمل الغلط وبعدين ابرر. لا انا اعمل الصح وما اخافش من اي حاجه. الحاجه الثانيه, طيب هو ايه قوام المنتخب لعيبه محليين الاكبر؟ يعني انا لازم احسن مستوى الدوري بتاعي عشان لما الدوري بتاعي يبقى قوي هيفرز لي لعيبه كويسين. فانا الدوري بتاعي لحد دلوقتي مش عارف اخليه دوري قوي. وفي دوري البطل بتاعه قبل ما يخلص بشهرين يتعرف. لما انا اعمل نظام مسابقه ودوري ودي يبقى في فير بلاي ما بين جميع الانديه بحيث يبقى التنافس ما بين خمس ست انديه لحد اخر اسبوع في الدوري, يبقى انا عامل دوري قوي. الكلام ده كان موجود ايام الكابتن حسن شحاده, كان الدوري بتاعنا قوي جدا وما كانش عندنا لعيب محلي محترف الا ميدو. الا ميدو بس, مش كده؟ صح. لما كان كده والدوري قوي كان الكابتن حسن شحاته معاه فرقتين جامدين جدا. تمام كابتن مصطفى. كابتن شريف اخر سؤال, نلاعب الجزائر وديا ولا ما نلعبهاش في اكتوبر اللي جاي؟ لازم مش لعب الجزائر بس, ده احنا نلعب الجزائر وندور على غانا وندور على كوت ديفوار. مش هتبقى منتخب تقيل قبل كاس الامم الا لما تحتك قوي. خايف من الخساره يبقى مش هتبقى فرقه. كابتن مصطفى لازم يا كابتن لازم نلعب ماتشات قويه عشان نعرف عيوبنا ونعرف اخطائنا ونعرف نصلحها. انما هنتدرب في اثيوبيا ونتدرب مش عارف, لا صعب جدا. لازم العب ماتشات قويه عشان اعرف عيوب واعرف اعمل فرقه. مش هتعمل فرقه لما تلعب فرقه اقوى منك وفرقه كويسه في مستوى اول. انت بتنافس مين؟ بتنافس اثيوبيا؟ لا انت بتنافس غانا, السنغال, الجزائر, تونس. انت دول هتنافسهم. فالمفروض تبقى انت مش اقل منهم. لازم تعمل فعلا فرقه, لازم تلعب الناس دي ولازم تلعب ماتش الجزائر. انت ماتش واحد بس بتاع تونس ما تخافش. شوف احنا عمالين نتكلم ونصلح ايه ونعمل ايه. ماتش واحد ظهر لك قد ايه؟ كام 10 دقائق. واخد بالك؟ 10 دقائق, 7 دقائق. فما بالك لما تلعب ماتش واتنين. الماتش السهل بتكسب محدش شايف حاجه, انما الماتش الصعب بيظهر لك ان انت عندك قصور هنا قصور هنا وتقعد تصلح. كابتن شريف الخشاب نورتنا وشرفتنا. شرف ليا. وبكون سعيد وحضرتك موجود. ده انا اللي سعيد ان انا بكون معاك اسلام ومع كابتن مصطفى اخويا وحبيبي وعشره عمري. يعني كابتن مصطفى نورتنا وشرفتنا ودايما بتضيف لنا وبتضيف للمشاهدين. حبيبي اسلام. بشكر طبعا النجمين الكبيرين الكابتن شريف الخشاب والكابتن مصطفى ابو الذهب. بكره حلقه جديده في البريمو في وجود رضا عبد العال. تصبح على خير.